احنا كنا بنتكلم على ايه المره اللي فاتت؟ لا دي اول حاجه انا بتكلمش على انا بتكلم على مقدمه في مذهب النسوي. يعني مقدمه مجرد مدخل ترمينولوجي تجاه فاهمين علشان الاشخاص بعد كده. وانا بقول لك واحده عندها ابورشن وعندها اتيوس انترنال اوس سيرفيس واسع واليوترس بيكونفريت والبيدنج بيزيد وده بيشد على اليوترس سكر ليجمنتس فشادد على السكر وعمل لها باك ايه والست دي شكلها اتسقط قريب. فين ابوك؟ ايه الكلام الغريب ده؟ فشويه مش فارح متاثر في هذا الكلام الغبي بتاع النسر. واول حاجه فاتت كان اسمها الاكسترنال جينيتاليا والنهارده هنكمل بعد. بس ارجع في الطبيعه ايه؟ لا ايدي بسيطه. اوكي فايه اللي انا كنت بقوله المره اللي فاتت؟ بقول يا جماعه ما بيتحفظش. امال الاناتومي بيتعرف ازاي؟ الاناتومي از تو سيرف فانكشن. انت اسم روحك انت اسم روحك شوف اشتغل بيه وبعد كده سيرت نفسك حشش الاستراكشر المفروض يبقى موجود علشان يخدم هذه الفايده الوحيده اللي محتاجه هنا من هذا الاكسترنال جينيتاليا سكشوال انتركورس. يس واول مشكله تقابلني ان في عظمتين جنبيين اسمهم ايه؟ وربنا سبحانه وتعالى يغطيهم بشويه ثلاثه حضره اسمها المونز ايه؟ يوبيس. لا وليها اسم ثاني المونز يوبيس مونز بيبيس. وبعدين اقول لنفسي لا دكتور بس الانتركورس مش هنا الانتركورس هنا يبقى اكيد هذه الثلاثه تنزل لتحت تنزل لتحت على شكل انكساري على شكل حتتين دهون تخان اسمهم ليبيا ايه؟ ميجور. ميجور وما دام في ليبيا ميجور يبقى في ليبيا ماينور. ده كلام لوجيك جدا. اثنين الاكسترايك ليبيا ميجور هيكومينيكيت ورا هيكومينيكيت في حاجه اسمها بوستيريور ايه؟ جايه من كومينيكيشن. طب والليبيا ماينور دي اخبارها ايه؟ انت ليه رسمها احمر؟ اصلها اهيف من ميجور عشان كده اسمها ماينور. اصل ما فيهاش فات ديفويد اوف فات مش كده الفاسكوليشن باين عشان كده الصح ان هي كانت المفروض تبقى مرسومه ايه؟ وملهاش اي لازمه استغفر الله العظيم حاجه ملهاش لازمه. لا يا ابني دي من فوق هتتقسم زي مين؟ الشوكه لايك وات لايك فورك. ليه؟ علشان تحوط وتحفظ اورجن مهم اسمه جلانز هادو بلاتريتوس زي الميكو بردان ولابس السواتر بتاعه الهد يغطي بيها راسه ويقفل السوسته كده على الاخر. ده اللي بيحصل من ليبيا ميورا من السبعه دي. دي ودي بيتحدوا مع بعض ويعملوا الغطا او الغطره اللي هتبقى عامله السقف بتاع البلاتريتوس واللي اسمها ايه؟ الفيوس. طب والسوسته اللي بتتفتح دي من تحت دي اسمها ايه؟ فرينيلم. يبقى عندي بروفيوس وعندي فرينيلم موجودين في الكريتوس. طب ما زي ما الليبيا ميجور اتقابلت ورا في حاجه اسمها بوستيريور كوميشن يبقى اللي عامل فورك فوق يتقابل تحت في حاجه اسمها ايه؟ فورشه جايه من كلمه ايه؟ من كلمه فورك. طب ايه يا دكتور؟ فايده هذه الليبيا ميجور اما عملت بهذا المنظر عملت زي ما يكون حضن كهف اسمه فيستيبيول. فيستيبيول وهذا الفيستيبيول ما هو الا ايه؟ اريا. الاريا دي بيفتح فيها كم فتحه زي ما اتفقنا النهارده؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ ثلاث فتحات فتحه اسمها يوريترا فتحه اسمها فاجينا وفتحتين الاوبننج اسمهم ايه؟ جلانس باتنو جلانس. يبقى هم ثلاث اوبننج. تعالى نخلص منهم تعالى نمسك الاستراكشر دي من فوق لتحت. الكليترس ده متكون من كام بارت؟ ثلاثة جلانس او هب وبعدين بادي واثنين ايه؟ كرورة زي الجسم كده ما هو. طب ليه اثنين كرورة؟ علشان كل كراس يمسك مين؟ سيرفيس بيوبس باللجنة الخفيف اسمه ايه؟ سيرفيسر ليجمنت. طب هذه الكليترس عندي لو اخدت كراس سكشن فيها اسالك سؤال واحد هل فيها كوربس كونجوزم ولا لا؟ امال ايه اللي موجود فيها؟ اثنين كورتورا ايه؟ كابرنوز. واتفقنا ان كل الكلام ده في اخر السنه اللي يبقى هايف وما تيجي تذاكر ما تذاكرش غير حاجه واحده بس ان طولها كام سنتي؟ 2 ل 3 سنتي لان دي الحاجه الوحيده اللي جت فين؟ ام سي كيو. انت لازم تعرف من اين تؤكل الكذب وعينك تيجي على علامه اياها اللي احنا اتفقنا عليها. انزل على الفتحه اللي قبل كده اسمها ايه؟ يوريثرا. لا انت ما بتشربش غير الاكسترنال يوريثرا نيتس. كل اليوريثرا والبلادر واليوريثرا ابيسيريوم اسمه ترانزيشنال. ما
بس قاعدة بتقول لي أي فتحة في الجسم أي مصورة أما تطلع على بره اللي بتيجي من يرفع ولا يتخن عشان كده بيستمر الريتم من هيدا السيليم بتاع اسمه إيه مش دي قاعدة اللي حفظناها بعض المرة اللي فاتت ده احنا قلنا إن في أنظر قاعدة ما ينفعش يبقى فيه جلد اسمه سيرفايس كويمس اكسيليوم ويتساب للهواء احسن ينشأ من ايه يتراك يطرقع لازم مين يغلفه بشوية سكريشن بسيطة جلاند وسبحان الله اي حاجة عندنا هتلاقي عندي كام بير جلاند اتنين لاكريمال جلاند اتنين باراتيل جلاند ما تخلي نفس القاعدة ماشية معانا يرسع يبقى عندي كام باراتيل جلاند اتنين او اسمهم سكينز جلاند طب انزل تحت الفاجينا والميديا ميجورا ومايورا كلها جلد سيرفايس كويمس يبقى لازم عندي كام بير اوف جلاند بارتولين جلاند الناحيه دي وبارتولين جلاند ماشي يا دكتور كليترز تمام يوريترا نزلنا تحت على الفاجينا السؤال ليكم هو انا بشوف الفاجينا بعيني ولا الاوتر وان فيكس بس لما انا شايف الاوتر وان فيكس لانه مقفول بعد كده فارش الانفرجنز بالحاجه الصفراء دي اللي اسمها مين الهايبر زي ما اتفقنا لما ده صحت المره اللي فاتت لا مش زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان انا هحل من المكان في كان ايه القنص التحتيه من اربع نتيجه ايه نتيجه الفيلترز البريولوجيكال ديفلوبمنت اوكي الخمس جاي من حاجه والاربع تخلص من حاجه علشان كده الهاي من عندي اوكي على بعد قد ايه من الفاجينا على بعد الخمس لو قلت لك ان الفاجينا كلها 10 سنتيمتر يبقى الخمس ده مقدار ايه ودي حقيقه على بعد الاد 2 سم على بعد 2 سم هتلاقي الهايمر اللي هو اشهر شكل لوب اللي انت شايفه اللي اسمه ايه انيولر واسوأ شكل لوب ان يبقى كله مقفول اللي اسمه ايه الفيرتر وزي ما اتفقنا المره اللي فاتت ليلة الجواز هذا الانج اسمه ايه دي دوريشن كاني شلت مين الفلور وده هينزل سبوتس ولا لا هو ده باسكلر ولا مش باسكلر لفظيا قلنا ايه ياخش كده ينفع وش الحته يمشي باسكلر ويمشي ايه اباسكلر الحته دي عليها كونتروفيرسي خش على اخر حاجه يا دكتور خش على البارتولين جلاند ليه لازم عندي بارتولين جلاند علشان يرطب هذا النشا الثاني كتير اللي موجود على انهي جلد يا دكتور هذه البارتولين جلاند صغيره جدا ده انت قلت نورمالي بتحس ولا مش بتحس هتتحس صغيره جدا سايز اوف حبايه الفول سودانيه ازاي هذه البارتولين جلاند ما تتحسش تنزل سكريشن علشان ترطب الفاجينا الطويله ام 10 سم لازم يحصل فيلم لازم يحصل تحول في استراكشر الجلاند علشان يقدر ينزل لي كوبيا سكريشن كتير الفيلم ده ان الاستراكشر بتاع الجلاند من جوه يبقى فولد كده ويعمل شكل اسمه ايه راسيموز شكل اسمه ايه راسيموز وحكايه راسيموز دي معناها ايه ان هو لافت او متحور بهذا المنظر يبقى الاثنين بارتولين جلاندز الاثنين راسيموز ان شيب واي علشان عايز سكريشن واي يا دكتور علشان اتفقت معاك المره اللي فاتت ان الفاجينا فيها جلاندز ولا ما فيهاش فيهاش جلاندز طب واتفقت معاك المره اللي فاتت ان الفاجينا فيه اتش اخباره ايه اسيديك ولا الكالاين ولع نار علشان ما يحصل هنا انتركورس اي اورجانيزمز لازم تموت طب يا دكتور هذه الاسيديتي ما هتحرق الفاجينا ما تخافش مين ماسوره المطاف اللي جايه لك بارتولين جلاند من تحت ما تخافش لو في ماسوره مطاف من فوق اسمها ايه سيرفيس يبقى لازم تطفى نار الولع اللي بنتكلم عليها دي من فوق بالسيرفيس ومن تحت من البارتولين جلاند اوكي طيب يا دكتور ما دي ماسوره مطافي وبتطفي يبقى في حاجه اسمها بارتولين جلاند حاجه اسمها بارتولين دكت والغريب والسؤال الشفوي اللي بيسالوه ايه اللايننج بتاع هذه الدكت؟ نوع ايه ابسيليوم؟ ودي معلومه غريبه جدا نوع ده ايه الجاب ترانزيشنال ابسيليوم بيلعبوا بيها وبيتنططوا بيها في الشفوي كتير جدا. السؤال الثاني يجي لك كده اللي عنده راوند كلينيكال شايف العينه اللي قاعده قصادك دي والنبي اشاور لي على البارتولين جلاند في النص الثلث الفوقاني ولا الوسطاني ولا تحت؟ ده مش ده السؤال الاول ده السؤال الاولاني اشاور عليه السؤال الثاني يقول لك ايه تمسكها؟ اياك ايه؟ تمسك لان نورمالي نوت اكسبت اف ديزيز اكسبت اف انفكتد
وسهل يحصل لها انفكشن لوس سهل جدا. هي تدخل سنه حبيبي والاورجانيزم لو دخل هنا هيستخبى حوالي البطنين ده، ولو يمكن انتي بايوتيك يقدر يطوله. عشان كده هتلاقي معظم الستات لو البارفرين لان دي انفكتد وانس تقلب بمنتهى البساطه من كرونيك، وساعتها تبقى كبيره ومحمره وملتهبه وورمه، وساعتها فعلا اقدر ايه اقدر امسكها زي ما احنا بنتكلم. وده اللي قلناه المره اللي فاتت، كلام كتير ولا قليل؟ بس اخذ مننا بتاع 3-4 ساعات، وهي دي الناس سوداء عامله الهرم. البيس كبير جدا لكن البيس ايه سهل. هنتعب مع بعض اول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، انما بعد كده عشان توصل لقمه الهرم ولا حاجه بمنتهى البساطه. فمعلش هنبقى مع بعض ايه هذه البيس. وقفنا على كده وقلت اخر حاجه في الدرس ان هذا الاستراكشر اللي واقف بطول بالمنظر ده كانه عمودين اسمه كيودندم، لان كلمه كيودندم معناها عمود وعمود. طيب سألت سؤال في الاخر، طب ما ده اسمه كيودندم كله على بعض، يبقى الارتيريال سبلاي اسمه ايه؟ ارتيريال. والنيرف سبلاي اسمه ايه؟ نيرف. وتعالى بقى نركز هنا في ايه الارتيريال سبلاي. ايه الارتيريال سبلاي؟ احترت يا ابني واحد بيقول لك ارتيريال سبلاي ذا فالفا اللي اسمها كيودندم يقول لك الارت. ارتيريال سبلاي ذا فاجينا يبقى ايه ارتي؟ فاجينا. يوتراين ارت، سيرفكس سيرفيكال ارت، وهكذا. كل اسم بنسمى ايه؟ بنسمى الاسم. بس هذا الارتر اللي اسمه كيودندل اسمه انترنال كيودندل ارتر. ومادام في انترنال يبقى في مين؟ في حاجه. عندي اثنين اكسترنال، واحد سوبرفيشال واحد ديب. سوبرفيشال اكسترنال كيودندل، ديب اكسترنال كيودندل، والاثنين بقى لو رجعت لسنه اولى قبل الهجره والناس بتتكلم الحلوه دي، كانوا طالعين من التيمورال ارتري في منطقه السافنس اوبننج والكلام ده. اوكي. طب ايه المهم اللي هنا؟ ان دي سؤال امسك كده. What is the main arterial blood supply to the vulva? Internal cuidable heart. نسودها وكاتب جنبيها صح. مفيش أكتر من كده. طب في تانية يا باشا؟ external cuidable heart. Superficial bleed. ماشي. خشي على النيرف سبلاي. النيرف اسمه إيه؟ خد بالك متكتك. مفيش حاجة اسمها internal cuidable heart. هو اسمه لوحده إيه؟ cuidable heart. هو ده برضو المين نيرف سبلاي. بس عندي هنا مشكله كبيره جدا. ايه هي؟ ان عندي شويه نيرفات ثانيه بالسبلاي المنظره. واحد اسمه lateral وبوستيريور كوتينيوس نير اوف ذا ثاي. دي هذه الغلاسه. lateral وبوستيريور. ولا lateral وانتيريور انا اسف. ولا lateral وميديال. طب اذا كنت انا بتلخبط فيها تتلخبط انت ولا لا؟ وما دام يعرف ما تتلخبط فيها يجيبها لك ام سكيو ولا لا؟ وقد كان. وانت في الامتحان تختار ده السؤال عليه 15 ثانيه هقرا على بال ما تلحق تقرا يكون الوقت عدى. فاحفظ النبي معايا lateral وبوستيريور كوتينيوس وبيلعبوا بالكلام ده لا انتيريور ولا ميديال. مين تاني يا دكتور؟ نيرف سبلاي. واحد اسمه ايه؟ انجوينال ايه هيدروجاست. ماشي على عيني وعلى راسي ان انا ايه اسماء مسمتهمها. طب وايه تاني يا دكتور؟ اخر حاجه لا ده مزيكا ده جينيتال برانش اوف جينيتال فيمورال نيرف. فاكرينه ده؟ فيمورال برانش جنرال فيمورال نيرف وجنرال برانش جنرال فيمورال نيرف. اوكي مش علينا غير بس نحفظ ايه؟ اسامي. لا عليك كورس ولا ايه اللي جوه ولا ايه الهيبوجاستيك بارامين قال واحد قال اثنين وماشيين قصاد السوبر ميجر. لا لا انا مجرد عليا ايه؟ اسامي. اخر السنه مقدار هذا الكلام ايه؟ ولا حاجه. حد يرفع سماعه التليفون ويجي يقول يا دكتور اول صفحتين في الاناتومي ليهم لازمه ولا ما عنديش وقت اقراهم؟ انت مش هيبقى عندك وقت تقرا. عندك وقت تقرا الصفحتين دول؟ ده انت مش هتقول لي كده وبس، هتقول لي دكتور هو الاناتومي مهم؟ لا لا استنى قبل هو البيزك ساينس مهم؟ اناتومي فيسيولوجي. لا لا بسرعه. هي دايما ايه مهمه؟ استنى بسرعه هي دايما مهمه؟ ينفع تخش البروستاتيك بس؟ دكتور هو مهم ان اخش الامتحان ما ينفعش اقدم السنه الجايه؟ يا نهار ابيض للدرجه دي؟ للدرجه دي باجي معاكم كلمه كلمه وهتبقى النهايه ان ممكن ااجل السنه 6 شهور وحزايم التاجيل مش مننا كتير بنأجل كل سنه الا السنه دي. هتفرق ولا ما تفرقش؟ تفرق جامد جدا لانك بتتعلم امتياز. تلاقيه زميلك بامتياز وانت لسه بتمتحن. زميلك لابس البالطو وبيروح لمامته البلطة عليه دم وهو مش عارفه انك تشتغل بالزرع على الظهر
وطحتها بالبرد وبتاع. لو بعد الامتيازة تبقى نايم، نايم على مين؟ على زميلة. تعرفه ولا ما تعرفوش؟ حشرة ولا واحد اللي قاتلي في السن ده من أنا من بارك الصحيح يعني زميلة ما عرفكش، عايز يخلص شغل يا دكتور والنبي ما توصلش للمرحلة دي عن طريق ان احنا نمشي مع بعض خطوة خطوة. واقول لك ان السنة دي في اسئلة مهمة اسمها انيوميريت، والسؤال اللي ممكن يجي انيوميريت باسكرال ان نيرف سبلاي اوف ذا مرضى. شكرا. يبقى النص الصفحة دي تيجي انيوميريت اي شكرا. شكرا انيوميريت الصفحة والرعب اللي احنا فيها بقى. لمفاتك برينش. لا لا مش هقولها دي ليها ليلة لوحدها كلها على بعض يعني. لمفاتك دي هي موجودة الصفحة تمانية مع بعض. ايه اللي بالصفحة؟ باش الدرس النهاردة هل فاجينا فاجينا ولا فاجينا؟ هذا اول تنطيط هتلاقوا الناس بيتنططوا عليه في الراوندات. ايه تقول فاجينا؟ بتاخد درس مع مين؟ اسمها ايه؟ فاجينا. دول اللي انت امريكان بالكره زي ما انتوا سمعتوا بتقولوا اندوكراين وهم يقولوا ايه؟ اندوكرين. او معلش احنا بقى المصريين الجدعان بتوع الشهره لازم اتكرع وانا بتكلم بكراين فاجينا امبلايكس امبلايكس يا دماغ فاجينا مالها يا احمد الفاجينا دي؟ احكي لها ولا حاجه. حته ماسوره مش اكتر من كده. تيوب ليها فايده واحده بس. ايه فايده هذه الماسوره؟ توصيل. مكتوب عليها كده بالظبط خدمه توصيل ايه؟ الاجنه للمنازل او الادبهات للمنازل. اوكي. لان هذه الماسوره بتوصل من الخارج فوق على مين؟ على السيرفكس واليوترس عندي من فوق. مجرد تيبيول وفايدتها التوصيل. اوكي. توصيل ايه يا دكتور؟ توصيل حاجتين. توصيل من فوق لتحت البيبي وقت اللزوم. توصيل من تحت لفوق الانتركورس وقت اللزوم. يبقى انا هدرسها من هذا المنطلق زي اي ماسوره تانيه بتوصل. ولقيت اقرب ماسوره ندرسها زيها تخيلوا هي مين؟ السيرفكس. اللي بتوصل مين؟ بتوصل اكل. اي ماسوره بتوصل لازم يبقى فوق موجود حارس وتحت موجود حارس. حارس الموجود تحت ده اسمه ايه؟ سفنكتر. كويس قوي. اي ماسوره بتوصل لازم يبقى فيها ايه؟ ماسلز. انت لو اكلت هنا لقمه اكل وعايز تحركها من هنا لهنا لازم عندي ماسل تعمل موفمنت اسمها ايه؟ اهي الجروب دي اسمها لونجيتيودنال ماسل بالطول تعمل كريستاليسيس. بس خد بالك من حاجه، فلو في لقمه هنا في الوسط والماسل دي بتعمل كده اللقمه دي ممكن تتحرك تحت او تتحرك فين؟ فوق. لازم كمان جروب اوف ماسل تعمل ايه؟ تقفش فوق اللقمه دي علشان تتحرك في الاتجاه اللي انا عايزه. يبقى اكيد عندي في السيرفس قصدي في الفاجينا كام لاير اوف ماسل؟ اوتر لونجيتيودنال انر سيركلر. ده كلام فيري لوجيك اللي هي تحفظ. انا اوتر لونجيتيودنال انر سيركلر طالما فايدتها لفايده مين؟ توصيل. لونجيتيودنال كريستاليسيس وسيركلر بتعمل سفنكتريك اكشن زي ما انت قلت. ماشي. طيب لو انا حطيت اللقمه دي هنا ينفع تمشي كده؟ هتجرح السيركلس. يبقى لازم في هنا ميوكس ايه؟ ممبرين ناعم اتزحلق عليه. يبقى تاني يا جماعه اي ماسوره من فوق في حارس من تحت في حارس يغلفها من الداخل ميوكس ممبرين الروافق، يغلفها من بره ماسل او الحواطه من بره، وبين الميوكس ممبرين والماسل في سب ايه؟ سب ميوكوس. نفس الكلام عندي هنا مش اكتر من كده. اوكي. يلا نشوف الماسوره بتاعت البجر. شوف وصفها اللي انا بعمل بقوله بقول لك ايه؟ It is a plastic. احفظ معايا على فكره. اوكي. بالذات هنا في الدرس مش في البيت مش وقت البيت. Elastic fibromuscular canal. فايبروماسكولر الميوكس ممبرين والسبميوكوزا فايبرو وماسكولر كمان. طب ايه الحارس اللي فوق والحارس اللي تحت؟ الفوق انت عارفه اسمه ايه؟ سيرفس. واللي تحت انت خدته المره اللي فاتت الفاشل كلوزنج ايت ما بين الخمس والاربع اخماس اللي اسمه ايه؟ هايمن. الهايمن ما يسمحش الا بالانتركورس الا بعد وقت معين شرعي بعد الجواز. السيرفس علشان البيبي يعدي لازم السيرفس ماله يوسع علشان ينزل مين؟ ينزل البيبي. طب وهي من جوه عباره عن ايه؟ الاستراكشر بتاعها هتلاقي لو بصيت تحت على كلمه استراكشر هتلاقي الميوكس ممبرين والسب ميوكوزا وعندي ماسل لير بالبار. وكان ماسل زي ما اتفقنا
اثنين مصر outer longitudinal و inner circle. اوكي تعالى بعد هذه المقدمة القرنة نبص كده بالراحة هذه المجانية عاملة ازاي. انا بدرس اناتومي، انا شوية شوية هستخدم الفاجينا دي ان اتعرف على الفاظ نساء ولادي مش اكتر من كده. اوكي ايه بعد ما قلتنا دي الاستيك فايبر ومسكولر كانال مقفوله من تحت بالهاينر ومن فوق مين اللي قافز عليها كده من فوق؟ ودي اول غلطه قلناها مع بعض. اوكي شايف السيرفيس ده؟ لو ده اليوترس والعامل ده السيرفيس ودي الفاجينا، لو اليوترس والسيرفيس والفاجينا بقى عامل كده بقى زي جسم كده، انا اليوترس والاثنين دول الفالوبيا تيوبس والمنطقه دي السيرفكس ورجليا هي مين؟ الفاجينا. عارف استحاله يكون الوضع ده حقيقي. اقول لك ايه؟ فاكرين المره اللي فاتت قلنا ايه معنى كلمه ولاده؟ ليبر يعني ايه؟ عمل شاق مجهول، اليوترس رقبت جامد علشان ينزل البيبي ايه؟ تحت. ومن كتر ما اليوترس بيعمل انقباض ممكن ينزل البيبي وممكن اليوترس ماله يقع وينزل ويحصل فيه، يبقى استحاله يبقى الوضع كده. استحاله ربنا يحط في الفيميل جينيتال سيستم من هذا المنظر. امال ربنا حاطط الفيميل جينيتال سيستم عامل ازاي؟ شايف انا عملت ايه؟ اليوترس والسيرفكس ان لاين مع الفاجينا ولا مايلين عليها؟ مايلين عليها فعلا لقدام. هو ده الوضع الحقيقي. They are not in line. يعني ايه يا دكتور؟ يعني هذا المنظر بالظبط. شايف المنظر ده عامل ازاي؟ البني ده اليوترس، دول الاخر عم نزل بوك، دول الفالوبيان ايه؟ تيوبس. الاصفر ده هو مين؟ الاوفر. ادي اليوترس ان لاين مع الفاجينا ولا مايل عليه زي ما انا كنت مايل عليه؟ يبقى هنا ده قدام ولا ورا؟ قدام. ومايل قدام، مايل قدام بالمنظر ده، يبقى ده عندي مين؟ قدام. قصدك تقول يا دكتور محمد، قصدي اقول لك ان المنظر مش زي ما انت متخيل، ان ادي سيمبل مصوره بالمنظر ده، وكنت متخيل ان السيرفكس جاي عليها ايه؟ من فوق. سوري ده السيرفكس جاي عليها منين؟ من قدام. يعني داخل على انهي وول؟ على الانتيريور وول. يا نهار ابيض. طب دي فرقت معانا يا دكتور؟ فرقت معانا جامد قوي. ان خلى التو وولز بتوع الفاجينا الانتيريور وول والاكستيريور وول قد بعض ولا لا؟ بقى قداماني انا قلت لكم مره فاتت الفاجينا كام سنتي؟ 10 سوري. قداماني اتاكل كام منه سنتي؟ 2. بقى قداماني كام سنتي؟ 3. ادي اول حاجه نعرفها، وسبحان الله موجود جنبيها العلامه. يبقى معنى كده ان الناس قال لي ايه؟ انا شايف انتير الفاجينا الوول 8 سنتي والبوستير الفاجينا الوول 10 سنتي. واي يا دكتور؟ لان السيرفيس هاز بروجكتد على الأخير الوول مش بروجكتد من فوق. ماشي. طب الكلام ده يفرق معانا؟ يفرق معانا كل سنة في تنظيف كتير قوي. الفاجينا دي بعد شوية ثواني هنعرف حاجة جديدة جدا فيها، إن هي ما هياش أوبن، دي سبيس قافلة على بعضها، سبيس قافلة على بعضها. لو عايز أبص جواها آخد عينة أشوف بعيني أعمل أي حاجة، لازم أدخل جواها مين؟ آلة. آلة علشان توريني الدنيا. فين بتوع الراوند كلينيكال؟ عرفتوا الآلة دي اسمها ايه؟ آلة مشاهدة. انتوا اسمكم مشاهدين، سبيكتاكيولوس. يبقى الآلة اسمها ايه؟ سبيكيولوم، علشان تخليني ايه؟ اشوف. الغريب اللي اتنطق عليه في الراوند ان يوريك هذه الآلة وتلاقي الحتتين الحديد بتوعها زي بعض ولا واحدة اطول من الثانية؟ شور واحدة اطول من الثانية. واحدة 8 سم والثانية كام؟ واحدة تخش ورا 10 سم والقدامية 8 سم. غير الستات اللي يعملوا أشعة الصبغة على الرحم تسمعوا عليهم؟ اللي عندهم العقم وغيره هيسمع أشعة الصبغة على الأنابيب والرحم، هتلاقي أشعة جاية لك كده في الراوند والراجل ماسكها لك صنع كل عيانة. أكثر عيانين عندنا في الفيرتيليتي، تلاقي العيانة بتطلع لك الأشعة وأنت شايف شادو ما هواش كونجرونت على بعض، مش متطابق على بعض. بيقول لك إيه الشادو ده؟ أقول له ده بتاع الآلة اللي جوه الرحم. طب وماله يا دكتور ما هواش متطابق؟ اصل الفاجينا طول بعض ولا لا؟ انتيريور وول 8 سم والبوستيريور وول 10 سم، البوستيريور وول 10 سم. يبقى سيمبل ونبي اكتب جنب الكلمه دي الالات مش متساويه، الات الفاجينا غير متساويه في الطول. دي اول كلمه. آلات الفاجينا غير متساوية في الطول. ماشي يا دكتور.
ثم ماذا بعد ان دخل السيرفس على الايرول ولا على التسيرول؟ هي دي الحقيقه. اكلت من هنا كم سنتي؟ 2 سنتي. يلا حبيبي تمام. حصل حاجه غريبه جدا. انت عارف تخيل ان دي الفاجينا وده السيرفس اللي دخل عليه. دي الفاجينا وده السيرفس اللي دخل عليه. لو السيرفس دخل كده في حوالينه خندق ولا لا؟ في حواليه داير ما يدور خندق. عامل زي ايه؟ عامل زي البيوت اللي كانت بتتبنى في العصور الوسطى وحواليها مجرى مائي كده عشان الحراميه ما يجوش مش عارف ايه وبتاع. هذه الخنادق باللغه الانجليزيه بنسميها فورنيسيز. والواحد منهم المفرد بتاعه اسمه فورنيس. بالظبط كده. قصدك تقول ايه؟ قصدك تقول ان لما احمد دلوقتي هيجوم ويحط صباعه هنا علشان يعمل بي دي على حاجه غريبه جدا. انه يقدر يحط صباعه حوالين السيرفكس ويلف ايه؟ داير ما يدور حواليه. يقدر يحط صباعه جوه السيرفكس يلف. هو كده بيلف في حته اسمها ايه؟ فورنيسيز. الواحد اسمه فورنيس. طب احنا عندنا كم واحد؟ عندنا اربعه. واحد امامي اسمه انتيريور فورنيس، واحد خلفي اسمه بوستيريور فورنيس، جانبي لاترال فورنيس، جانبي هنا لاترال فورنيس. بس خد بالك من خدعه كبيره قوي. اما بقول ان عندي اربعه فورنيس، اربعه فورنيسيز، الناس بيفتكروا ان ده له حدود وده له حدود وده له حدود وده له حدود وكل فورنيكس قائم بذات. انما الحقيقه ان كلهم ايه؟ متصلين وتقدر تلف صباعك حواليهم. طب ايه بقى ايه اللي حصل في الليله دي ولا ايه المفاجاه اللي انت عايز تقولها لنا؟ المفاجاه اما انا دخلت على الانتيريور فاجينال وول ان اي فورنيكس صغر خالص واي فورنيكس كبر تماما. انتيريور فورنيكس صغر تماما والبوستيريور فورنيكس كبر. دي واحدة صفر زي كده. اليوترس بتاع مايل لمين؟ قدام. ده انت واخد مقطع شيء ادي الاشعه طالعه لك على السبوره. اوكي؟ ده اسمه سيرشال سيرش. يبقى ده الانتيريور فورنكس وده مين؟ البوستيريور فورنكس اللي احنا بنتكلم عليه. مين بقى الشالو؟ انتيريور. مين بقى ديب؟ البوستيريور. طب فين يا دكتور الاثنين اللاترال؟ اقدر ارسمهم ولا ما ارسمهمش؟ ما اقدرش ارسمهم خالص. الا لو ايه؟ لفت لك وجيت بصيت لكده نظره ايه؟ اماميه. يا دكتور مش قادر اتخيل. طب نبص على الرسومات سوا. بص على الرسومات اللي على الصفحه الشمال. شايف على الشمال خالص؟ بص على الشمال الرسمه الثانيه اللي في الوسط. هتلاقي يوترس ان لاين وذ ذا فاجينا ولا مايل قدام؟ امال ايه الاستراكشر الغريب اللي قصاده ده؟ بلادرا. شفت بقى هو محدد فعلا فين الانتيريور فورنكس وفين البوستيريور فورنكس؟ كويس. طب انزل تحتيه. ده منظر اماني. شايف بقى دلوقتي ان بان الاثنين الايه؟ اللاترال فورنيسيز. انا ماليش دعوه باي تفاصيل ثانيه. دلوقتي بان مين؟ التو لاترال فورنيسيز اللي موجوده عندي. اوكي. ايه الليله الكبيره دي يا دكتور؟ وهو الحاجات بتتعملت ليه؟ سبحان الله كل حاجه ليها لازمه. ليه اليوترس والسيرفكس مش ان لاين مع الفاجينا علشان ما يحصلش مين؟ وده درس كبير قوي. ليه البوستيريور فورنكس اكبر من الانتيريور فورنكس؟ لا الحمد لله 100 مره ما حصل حاجه زي كده. انا احكي لك قصه لذيذه جدا في هذا الموضوع. المنطقه دي كلها ما لهاش غير هدف واحد بس، هو مين؟ بيحصل اثناءه ايه؟ حاجه اسمها اورجاز. Intermittent contraction and relaxation تقل الكلبك muscles in the middle of the female. طب وايه اللي بيحصل؟ نهايه هذا الاورجاز ان يحصل ايه؟ ejaculation. قصدك ان مين ينزل هنا؟ سيمن. عارفين يا شباب لو انتوا فاكرين ان هذا السيمن فلويدي زي الدموع او حاجه زي كده اثناء هذا الاورجازم والكونتراكشن، هذا الفلويد ماله؟ سولوجيك. امال يبقى ايه الحل؟ الحل ان عمره ما يبقى فلويدي. الحل ان هو ينزل على هيئه كواجلوم، على هيئه ميكويد، على هيئه جلطه، حاجه تخينه، حاجه سميكه بنسميها كواجلوم. واي يا دكتور؟ علشان هذا الكواجلوم يبقى متماسك ما يقعش لغايه ما مين يروح؟ الاورجاز. المشكله بس لغايه ما الاورجاز يهدى ب 30 دقيقه. بعديها ب 30 دقيقه يروح هذا الكواجلوم ماله؟ ساكت. يتحول ساعتها لمين؟ فلويد. بعد ما الامور تهدى خالص يتحول السيمن من الكواجلوم لفلويد وبعد كده يشق طريقه لفوق مفيش مشاكل خالص. تاني يا جماعه انت قصدك تقول ايه؟
قصد اقول لك ان السيمن بينزل فلويد ولا كوأجلم، وبدام هو نازل كوأجلم لازم يكون له مخزن يستخبى فيه. فين المخزن ده؟ سبحان الله. واتجاه الانتركورس راح انتيريور ولا راح بوستيريور؟ يبقى هو ده المكان الصح، والحمد لله ان اتعمل لي هنا مخزن ستورج. والفايده الاساسيه بتاعته ايه؟ فور سيم. لا استنى، هتلاقي شرح كتير طول السنه، لكن في الاخر لما تجيب كلمه بالانجلش هي اللي بتجيب الايه؟ الكلام من الاخر. انا همثل لك الموضوع ده عامل ازاي. فهد فيكم متجوز؟ بجد؟ رأيت امبارح الساعة 1 بالليل أصرت إن أنا أنزل أشتري فراولة. هي قالت لي فراولة، قعدت فترة على بال ما أفهم إن الفراولة هي الفراولة. رحت للتحل حطها لي تحل، قصدي في جورة، شفت حاجة جميلة قالت لي أنا هعمل لك حاجة اسمها فراولة مثلجة. فكرتوها لسه أنا سيبتهم كلها زبالة ومقرفة، فما حدش إيه يتقرف مني. صباح تاني ما حدش يبرق. حطت الفراولة دي في حلقة اوكي، وحواليها في ايه؟ مية الفراولة، وحطيتها في الفريزر اتكلمت. والصبح علشان اشرب منها حبيب القلب قبل ما ينزل الجلوس يعمل ايه؟ طلعها له بره الفريزر علشان مالها تفك. وده اللي بيحصل بره، السيمن بينزل على هيئة ايه؟ هذه الحلقة. الفراولة هي ايه؟ الاسبرمات. وهو ده اللي بيحصل. الفراولة هي اسبرمات اسبرمات اسبرمات. هل فلو دي ولا محفوظة في قطعة تلج كوأجلم اللي هي مية الفراولة دي؟ امتى تفك؟ بعد كام دقيقة زي ما اتفقنا؟ 30 دقيقة. واما تفك مين اللي يقع للخارج؟ المية. طب ومين اللي يتبقى جوه ولو دي علشان يسبح لفوق؟ الاسبرمز. شفت الحكمة الإلهية؟ شوف، والسبرمز ليها ديل ولا لا؟ لازم يبقى لها ديل لان بتطلع لوحدها بعد كده بعد. لكن ما تقلقش هذا الديل. اي واحده ست متجوزه بتعمل ايه بديل الراجل؟ بتبص طبعا. مش فاكرين الفسيولوجي ان الهاب بتاع السبرم بس اللي بتخش والديل والتيل بيبقى بره. ما تقلقش من هذا الديل. طيب انت ما انتش فاهم حكمه هذا الكلام دلوقتي. اقول لك انا ازاي الكلام ده يجيب لك 30 من 30 في امتحان كلينيكال اللي انت داخل. 3 4 عينين المستشفى انفيرتيلتي، وهتلاقي كل الستات تقول لك ايه؟ انت عارف بالذات الدكاتره الستات لما يقعدوا مع العيانه مع الدكتوره الست والفضاخة اياكي مفكره ان انا عندي حاجه. لا، ده انا مشكلتي كلها ان اثناء الجماع ميه الراجل، مش بقول عليه ماء الرجل، ميه الراجل كلها بتقع. ده اللي عامل لي مين؟ المشكله. عشان كده اولاد الحلال نصحوني بعد الانتركورس ارفع رجلي على مين؟ على المخدة علشان المية. لا لا يا ماما، ده غلط خالص. ده عادي جدا ان مية الراجل مالها تقع، مية الفراولة تقع. ومين اللي بيطلع لفوق؟ الاسبرمات نفسها. شفت بقى الفوائد اللي احنا هنطلع منها بعد كده؟ يبقى ده مشكلة ولا مش مشكلة؟ لسه تسمع نسا واحد قال لي كنت عايز، قال لي انا سمعت كده في برنامج التلفزيون ان عشان الميه دي ما تقع. يا ابني ميه ايه؟ على المهم الفراولة. قول علشان الميه ما تقعش فكرت ان انا اعلق رجل مراتي في المروحه. قلت له انا ما بقاش اتكلمش الكلام ده يعني صراحه. خلاص الامر ايه اللي انا عايزك تكتبه؟ Why the posterior fornix is deep and the anterior fornix is shallow? It acts as the storage for semen. وانتظر هذه الحدوتة في درس للشباب بتوع clinical اسمه درس infertility. أنا أقول لك ماذا يتقال لي. Acts as a storage for semen. يبقى هي دي حكمة ان the posterior fornix is deep. خش يا دكتور على مين؟ خش على بعد هذا الموضوع. عرفنا ان هي فايبر ماسكولار كانال خلاص، وفوق سيرفكس وتحت هاينم، والسيرفكس داخل على الانتيرو ماتيرنال بول قدام 8 سم ورا 10 سم. عايز يا دكتور وقتنا فلوس. مرة قرأت شوية ريليشن شيبس.
ومش هتكلم كتير على الريليشن شيبس ان ده انت كلام عارف. هكلمك سيمبلي نقصاد البلادر في الاربع دين نقصاد المجاين الستراكشر اسمه ايه؟ البلادر. وورا المجاين في الستراكشر اسمه ايه؟ ماشي. شوف بقى وركز قوي في الرسمة اللي انا رسمها لك. ركز قوي. تعال نفكر مع بعض حد حد. هؤلاء الثلاثة أورجانز اللي احنا بنتكلم عليهم هم دول اللي اسمهم بيلبك ايه؟ pelvic organs صاد البلدر وفي الوسط المجاني والنيوترس وورا عند الهد. مين دول بنستخدمه اكتر من التاني؟ هل بستخدم البلدر والريكتم اكتر من الفاجينا؟ طبعا يا دول. والله بخش الحمام خمس ست مرات في اليوم، بخش اعمل ستولز مره مرتين في اليوم، لكن شخصيا عن نفسي بولد مرتين ثلاثة في عمري. يبقى مين ومين مستخدمين اكتر؟ البلدر والريكتم. ما تفاجئش بقى معايا ان لو قلت لك تعالى ناخد مقطع سيكشن في هذه الفاجينا بهذا المنظر، احنا قلنا ان هما كام مول؟ واحد انتيرو واحد مين؟ مين اللي قصاد الانتيرو مول؟ رمز دي بحرف البي بلادر. مين اللي ورا الكوستيريور مول؟ ريكتم. مين بيستخدمه اكتر؟ بلادر وريكتم. والنتيجة من كتر ما يستخدموا ويضغطوا على الفاجينا، الفاجينا تتحول من الستراكشر اللي كنت شايفه الاولاني ده لستراكشر عامل بالمنظر ده اسمه ايه شيء؟ اسمه اتش شيء. شفت بالاخر من جاست الريليش اتش اكتر. شوف جاست من الريليش الشيك العبيطة دي في بلادر وريك. ايه ده بص على الرسمة الشمال اللي فوق خالص، واخد لي بالك الفاجينا عاملة ازاي؟ ال شيب ولا جي شيب؟ ما علموها لي كده اتش اتش بيد اتش. انا اعرفش بقى ادي انا بتعلم الفنيات اتش يعني ايه بقى ال شيب يعني. طب ايه رايك ما ترسم الرسومات المبسطه دي؟ ارسم جنبها هذه الرسمه المبسطه اللي فيها البلادر واللي فيها الريكتم واللي هي الكابيس كده بهذا المنظر. طب خمس ولا ايه؟ بقت الشكل حمر. بلاش تاني سؤال. تاني حاجة عايزة تاخد بالك منها. اوكي. الانتيرو فاجينال وول الريليشن شيب بتاعته بمنتهى البساطة عشان ما نتكلمش الكلام ده كتير، واضح هو البلادر ومين؟ الريكتم. فعلا لو جيت تقرا معايا وخليك يعني اسمع ودنك وبص على الرسمة وبص على الورق في نفس الوقت ازاي مش عارف؟ الانتيرو فاجينال وول الابر تو ثيرد ريليتد للبلادر واللور ثيرد ريليتد لمين؟ الريكتم. المشكلة في مين؟ الريكتم. ان هو ريليتد بس لاني حته من الفاجينا الميدل ثيرد فقط. ليه يا دكتور؟ مش انا لسه قايل لك البلادر والريكتم بنستخدمه اكتر من الفاجينا، والناتج عنه ان الفاجينا اتكبست بالمنظر ده وبقت اتش شيب. اوكي. طب انا هسالك سؤال ثاني. بلادر وريكتم مين فيهم بقى اللي بستخدمه اكتر؟ لما ست سبع مرات في اليوم عشان بيجيلي ميه والميه بتملى بسرعه، عشان كده تقريبا المرسوم بتاعه ماله اعلى. لكن الريكتم اللي بستخدمها مره واحده ومرتين في اليوم هتلاقي مرسومها ايه؟ اوطى. ده بيتملى اسرع ولفوق وده ماله اوطى. طب يا دكتور فارق معايا هذه القصه؟ فارق معايا ان الريكتم دلوقتي ما بقتش لمسه الفاجينا الا في حته واحده بس، اني حته ميدل ثيرد فقط. وهنا على طول يقفز الى ذهني السؤال، هما ايه اللي في الابر ثيرد وايه اللي فين؟ تعالى هنا بقى الثلاثه. تعالى نشوف مين الابر ثيرد ده. الثلاثه اورجانز مع بعض جميل. بالمناسبه اللي دخل عليه الاثنين يوريترز مبلغ. معلش تعالى احمد بس ساعدني. الريكتم احسب ايدك بعدين ماشي. هما دول الثلاثة مع بعض. اوكي. شايف كده اليوتر ازاي مال على الفاجينا؟ شايف كده ازاي البلادر قدام؟ طب شايف الريكتم دافف لكن انا مش واضحة قوي ان هو كيرف المفروض يبقى لامس بس الفاجينا في انهي كيرف؟ هذه الثلاثة اورجانز هما اللي اسمهم ايه؟ البلادر اورجانز.
فوقيهم فوق في مين؟ أبدومن. وبرهم في مين؟ هواء. شوف بقى هذه المعلومة، هذه الفيلبيك أورجنز ما يصحش ان هي تفتح على فوق ولا تفتح على تحت. قصدك تقول ايه؟ هذه الأورجنز ما يصحش ان هي تحتك فوقيها بالإنتستن والأمعاء، علشان كده ربنا يروح حاطط حاجز بالعرض اسمه بريتونيال قافل عليهم لفوق. دي القفل اللي فوق بريتونيال. طب وتحت يا دكتور؟ دلوقتي صح لو المدر فيها ميه يورين ان هي تفتح على فوق ولا تفتح على تحت. قصدك تقول ايه؟ هذه الأورجنز ما يصحش ان هي تحتك فوقيها بالإنتستن والأمعاء، علشان كده ربنا يروح حاطط حاجز بالعرض اسمه بريتونيال قافل عليهم لفوق. دي القفل اللي فوق بريتونيال. طب وتحت يا دكتور؟ دلوقتي صح لو البلادر فيها ميه يورين ان هي تقع. طب لو اليوترس في بيبي هو يقع. طب لو الريكتم فيها ستولز ان هي تقع. يقوم تيجي عضله تخينه بالعرض اسمها ليفيتور انار، تخلي في فرق بين ان يبقى في مخزن 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 فوق واكزت اكزت اكزت تحت. اكزت اسمه يوريترا، اكزت اسمه اوتر بارت اوف فاجينا، واكزت اسمه ايه؟ انس. فبقت هذه البلفيك اورجنز مفصوله عن فوق ومفصوله عن تحت. تعالى بقى خليني من فوق، معلش يظهر دورك بقى. يوم ايه بقى اللي يحصل؟ يجي غلاف بهذا المنظر اسمه ايه؟ بريتونيوم. يفصل مين؟ يفصل الانتستين فوق عن هذه الاورجنز. بس هل حد متخافيكم هي صفحة كده ولا وقع على دول؟ وقع بس. دي حقيقة. أنا اليوترس ودول الفالوبيان إيه؟ قدام البلادر وراء البريكتر. جه هذا البريتونيوم وسكته. راح وقع قدام وغلف مين؟ البلادر، 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 البلادر. وبعدين دي كده وبقى ريفلكتد على مين؟ وبقى في هنا خون، فاكرين كلمة خون؟ اسمها باوتش. باوتش ما بين اليوترس وهذا البلادر اللي فيه شرط ماي اسمها فيسيكل. بقى اسمه يوترو إيه باوتش؟ يترسيت الباوش. وبعدين البريتونيوم رجع غلف هذا اليوترس ورجع لورا لورا، وبعدين غلف ايه وراه؟ بقى في انذر باوش ما بين اليوترس والريكتم، والحق يقول عليه يوترو ريكتال باوش. لكن يظهر اللي اكتشفه راجل له سكسوكه كده بسميه ايه طبعا؟ دوغلاس باوش. يبقى ايه الحكايه؟ يبقى الحكايه ان هذا هذه الاستراكشرز وقع عليها بريتونيوم، وهذا البريتونيوم عامل قدام باوش اسمه يا شباب دوغلاس يوتروفازايت، وعامل من هنا من هنا من هنا باوش اسمه ايه؟ يبقى سيمبل لو قلت لك ايه ريليشن شيب للابر ثيرد بتاعه الفاجينا؟ دوغلاس باوش. اللي واحد تاني راح يسميها اسم تاني مش عارف اكتبه بقى اسمها عنه في الراوندات ولا لا، سماها كالد ساك. هتصير عنها ساك يعني ايه؟ كيس، او زي ما يكون كيس واقع. واضح ان العالم اللي اكتشف الكيس ده اسمه ايه؟ لا طبعا ده كان اخد غلط خالص. اوكي ساك يعني سك. اوكي سد. مين منكم بيشرب نسكافيه سك؟ اوكي. وقال يعني حاره، حاره سد، حاره سد، شارع سد. لو اسم عالم ولا بتاع دكتور انت بتهزر؟ اسأل بتوع السنة اللي فاتت هيقول لك دكتور محمد ما بينطقش كلمة حتى لو بالزار إلا ما بتلاقيه في الشغل. كارب الساك يعني ايه؟ يعني حارة سد، وهي ليست اسم عالي من اللي انا كنت بتكلم معاك. اوكي طيب بصير على هذه الصورة تاني، بصير على هذه الصورة تاني. ملاحظ حاجة، لو الست دي الليفر بتاعها اصابه سيروزس وابتدى يدمع اول دمعه حزن، لا لا لا، هذه الدمعه هتقع فين في البريتونيال كافيتي؟ What is the most dependent area in the peritoneal cavity؟ اهي دي اوطى حته عندي. فهمت ليه رسمت لك الريكتم تحت والبلادر فوق؟ يبقى اي نقطه ميه تتجمع في الست هتتجمع فين؟ في الدوغلاس باوتش. طب دي ليها اهميه دكتور محمد؟ يا نهار ابيض طول السنه لما نشوف هذا الكلام.
ما يهمنيش انا الست اللي عندها ليفر سيروز وينزل منها اسايتس ده سيمبل. دكتور اسامه قال لك هاتوا بره ايه سيبتيزس ولا يهمني البنكرياتايتس. انما يهمني القصه بتاعتي اما يبقى عندي اوفيريان سيست ويفرقع. لو فرقع شويه الميه دول هيبقوا موجودين فين؟ دوغلاس باوتش. لو نزلت ثلاث نقط ميه وعايز ابص عليهم بالسونار ابص عليهم فين؟ دوغلاس باوتش. لو عايز اجيب عينه من هذا الفلويد علشان اعرف هيئته عامله ازاي هجيبها منين؟ من دوغلاس باوتش. يبقى هي دي اهميه موضوع دوغلاس باوتش ده موضوع موسع. هي دي اهميته. وهخليك تكتب الكلمه دي حالا ان هو الموست ايه؟ ويخليني دلوقتي زي ما دكتور اسامه قال لكم السنه فاتت لو عايز اجيب عينه من هنا اسمها بيريكارديو سينتيز وهنا اسمها بلورو سينتيز وهنا اسمها بارا سينتيز. طب الشاطر اللي يقول لو جبتها من هنا يبقى اسمها كالدو ايه سينتيز. عرفت الامور ماشيه ازاي؟ عرفت الالفاظ اللي عمال احفظها لك ايه؟ يبقى ايه اهميه الدوغلاس باوتش؟ اهميته ان اقدر اخد منه نكتب بقى الكلمه دي جنب الدي نقطة الطاوش اكتب the most dependent area in the female peritoneal cavity. The most dependent area in the female peritoneal cavity. بالمناسبة الشباب اللي بياخدوا مع أستاذ دكتور ياسر أستاذ دكتور مطري هيسألك سؤال شفوي. الدوغلاس باوتش مكانها فين في الرجالة؟ ما عندناش. إياك تغلط متبحنا إن شاء الله إحنا ما عندناش يدرس الحمد. ماشي؟ يبقى ما فيش حاجة اسمها دوغلاس باوتش فين؟ في الرجالة ما يتحقش عليه. طيب موست ديبندنت بارت سهل. موست ديبندنت إيريا إن ذا فيميل بريتونيال كافيتي سهل. سامبلز كود بي إيزلي تيكن باي كالدوسينتيز. اكتب بقى جنبيها سامبلز كود بي إيزلي taken by process اسمها ايه يا شباب؟ كالدو. كالدو جايه منين؟ كالدو ايه؟ كالدو ايه؟ سينتيز. يبقى ده الأفر يظهر ان انا ما بشرحش اناتومي لان مش هقعد كل الوقت ده في اربع فصول. انا بفهمك ايه؟ الحوارات عامله ازاي؟ ده التلت الفوقاني. امال ايه التلت التحتاني؟ ايه التلت التحتاني؟ التلت التحتاني اللي انتوا عارفينه من زمان اللي محطوط فيه الجسم القوي جدا جدا اللي اسمه بيرينيوم بادي. سمعت عنه ولا لا؟ تعرف حاجه اسمها بيرينيوم؟ مين اللي عندهم سبيشالات يا جماعه؟ مين اللي عندهم جنرال؟ تاخدوا حاجه اسمها حرق بر وهيقسم لك الجسم نظريه اسمها نظريه 9% ده 9% ده 18% وهيتبقى لك ايه؟ 1%. يقول لك اللي يجيب 1% ده ياخد النمره النهائيه. ال 1% هي منطقه مين؟ البرينيوم. برافو عليك. هذا البرينيوم اللي هو بين اللي هو فاصل بين الصح بين الديستريبيوت برينيوم. طب وربنا ليه عمل حاجه اسمها برينيوم؟ كل حاجه ليها حكمه في البرينيوم. شويه جلد عشان الجسم اللي وراه القوي اللي اسمه برينيوم ايه؟ بادي. هذا البرينيوم بادي هتلاقيه مكتوب في صفحه 7 ولا 8 مش عارف كام ان معمول من كام عضله؟ 9. تخيل جامد ولا مش جامد؟ جدا جدا. وايه الحكمه الالهيه كده؟ الحكمه الالهيه في هذا الكلام ان باذن الله يوم ما يشرف الفيل الصغير بتاعنا الجيبي اللي حجمه على الاقل 3 كيلو ونص وهو نازل كده وهو نازل من الفاجينا ما يقطعش ويفتح فتحه مين جنبه؟ مين الفيلس. مين اللي فصل بينهم؟ الترنيال باطي. شايف؟ هذا اليمين الحيوب الصغير هو طارق. مين الحاجه القويه الموجوده هنا عشان ما تخلوش يقطع ويوصل لغايه الايه الكلال البرينيال بادي اللي هي فين؟ ان ذا بوستيريور او ذا انفيريور. الكلام كله اهبل بس لازم افهم حكم كل حاجه. انفيريور فاجينا وول ابر تو ثيرد بلادر لور ثيرد يوريثرا. بوستيريور فاجينا وول الابر ثيرد اسمه ايه؟ احفظ معايا يا رجل دوغلاس باوتش. الميدل ثيرد اسمه ايه؟ ريكتوم. اللور ثيرد ريليتد لمين؟ ترنيال بادي. طب لاترال يا دكتور على الجناب في ايه؟ انا درست حاجه امبارح على جناب الفاجينا بتطلع لها سكريشن. اثنين جهاز على الجناب كده اسمهم ايه؟ مش عايز منك اكتر من كده دلوقتي. انت اقرب عينك شوف مكتوب يوريثر حاضر على عينه على الرسم. مكتوب ريليتد هنا على عينه على الرسم. لا انا مش عارف دلوقتي اللاترال موجود غير مين؟ بارثرم جلاند. اوكي خلصنا الريليشن شيبس.
خش بقى بعد كده خش على حسيت ان قريب شويه من الربشه للستات بين شويه في الجينيتال سيستم حبه حبه كده. نخش على الاستراكشر نفسه بتاع الفاجينا عامل ازاي، الفاجينا نفسها عامل ازاي. ورا معانا انا بتكلم معموله من كام هول دول واحد انفير واحد مين، واول ما فجاه تلاقيها مكتوبه عندك الانفير والبوستيريور دول بعاد عن بعض ولا اوبوزد على ايتش اذر، مأكولين على بعض بس وقت اللزوم يقدروا ايه يتسعوا وقت الانتركورس او وقت نزول مين البيبي. يبقى السبيس المقفوله ووقت اللزوم تقدر تتسع بنسميه بحرف البي تنشن. وانا بخليك فاكر الكلمه دي بوتنشال سبيس. يس اثنين وولز اوبوزد على ايتش اذر صح بوتنشال سبيس وقت اللزوم تقدر مين توسع. تعال بقى نتكلم على حتى اول سؤال شافه يسأله لك استاذ دكتور ابراهيم سلامه جيت سيرت المركزه الراجل ده كبير جدا رئيس قسم لمده 10 سنين عندنا وهو مين لي لو حد عامل واسطه او بتاع هو اللي بيساله علشان يسقط ما بيسالش حاجه جرأناته ومين بس وسيمبل هيروح يطلع لك ورقه بيضه وقلم ويقول لك مذاكر يا ابني؟ اه وبابا اخباره ايه كويس؟ ماشي طب ارسل لي الترانسفيرس سكشن اللي بجربه واللونجيتيودنال سكشن فيه. اما سقطك بقى يبقى له حق لان دي اهدى الاسئله موجوده عندنا. اقول له حاضر الترانسفيرس سكشن هيبقى ايه شيب؟ والله انا منطقها تاني اهي شيب مكتوب عندك وما تقول ايه بجد؟ عطس اتش اكسر الهمزه ده اصلني من فرنسا اكشن اوكي ده ترانسفيرس سكشن. طب اللونجيتودنال سكشن عامل ازاي؟ اللونجيتودنال سكشن بنسميه فلاسك شيب. عارفين يعني ايه فلاسك يا جماعه؟ زهريه بالظبط. لو ده يدرس وده بصير وانت تبص عليها من قدام شبه الزهريه بلاس شيب. عايز تبص عليها بص على الرسمه اللي على الشمال تحت واضح ان هي شبه مين او مجازا يعني شبه البلاس. دول اسمهم اثنين لاترال ايه الشيء دي القصه. هما ايه السؤال اللي بيسالونا في الاستاذ دكتور رئيس بيقول لك ارسم لي هذه الفاجينا على سن 60 سنة. حاضر. انت قصدك تقول ان الهرمونات مع الوقت مع الست مالها بالذات بعد فترة المينوبوز دي هتخلي كل الاورجنز بتاعت الفيميل جينيتال اورجنز تبقى ايه شرانك واتوفاي. شايف منظر السيرفكس على سن 50 سنة؟ بيقل. شايف الاتاتشمنت بتاع الفاجينا من بره؟ بيفضل زي ما هو. طب اقدر ارسم لك الفاجينا هنا؟ اتحولت من زهرية لخيمة، اتحولت من فلاس شيب إلى أي شيب إلى كم شيب. ونلبس ملابس كم بقى؟ لا، ما زلنا. مينو فوز. فوز مينو. فوز من فوز. اتحول من فلاس شيب لتن شيب. يعني إيه تن خيمة؟ إيه اللي حصل؟ السيرفكس أتروفاي الكبير ده صغر. لكن الاتاتشمنت اللي بره هي هي عشان كده تحول منظرها بقى عامل ازاي بقى عامل ازاي في الخيمه بهذا المنظر. اناتومي ده دكتور انا قصدي اعرفك في حاجه اسمها مينو ايه وساعه المنافذ الهرمونات مالها بتقل واما الهرمونات بتقل بيحصل ايه في الفيديو جنتر سيستم في اتروفاي. شفت الصياعه انا بكلمك ناس مش بشرح لك اناتومي اوكي خلاص على تمشي ماشي. يبقى ده الكونفيرس سكشن وده اللونجيتودنال سكشن. خش بقى في الاستراكشرز نفسها بتاعت الفاجينا. لما احنا متفقين معاك من بره في مصل وبعد كده في سب ميتوزا ومن جوه في مين؟ ميتوزا. مش احنا متفقين على كده؟ حد يقدر يوصف المصل كم مصل؟ اوتر لونجيتيودنال كريستاليسز وانر سيركلر ايه؟ سينكتريك اكشن. خش على بعض المصل اسمها سب ميتوزا مكتوبه عندك اسمها تيونيك ابروبريا تقريبا في مزبلة التاريخ في الجزمة. اوعى تحفظ كلام ملوش لازمة اقلب على اللي بعديه اقلب على اهم حاجة علشان شوية ومضايق. اقلب على مين؟ على الميوكس ممبرين الذي يتصف باربع صفات ملوش. اول حاجة عندي في الميوكس ممبرين
ان الابيسيليم بتاعه زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت اسمه ايه؟ الكارتايد سكويمس. احنا الحين ننسى ان من بره ببقى تخين وكل ما امور تنقوم ابقى الامور بترفع اكتر. ليبيا ميجورا سكارتايد سكويمس كيراتينايز ماينورا نان كيراتينايز وجاري نزلت سكارتايد سكويمس. سيرفكس بقى مين؟ كولامنر. خش جوه على الاندوميتريوم كولامنر للبيوتال. خش جوه على التيوب بيوتال. خش جوه على الاوفري فلاتن من تخين عمال بارفع لجوه. دي نظريه عندي. اوكي عارف علشان كده تلاقي الناس اللي حضرت اول محاضره في السنه اللي بيتكلموا فيها اناتومي تلاقيهم قالوا ما اسموش فاجينال ميكوزا من كتر ما وصل فايت سكورس التخين. امال بيسموه فاجينال ايه؟ سكين. هتسمع عن الكلمه دي. يبقى يصح اقول عليه فاجينال ابيثيليوم, يصح اقول عليه فاجينال ميكوزا, يصح اقول عليه فاجينال سكين. والثلاثه شغالين عندي مفيش مشاكل. طيب هذا الميوكس ممبرين له شكل غريب قوي. folded thrown into folds. حد يقول لي حد يقول شبه مين؟ شبه الاستومك. سبحان الله عمالين نرسم الاستومكس والاستومك جي اي تي. يا جماعه الاناتومي واحد بس شكل المخ مع شبه الاستومك علشان اما تاكل بطتين وفرخه يبقى الاستومك ايه؟ ديستنسبل. شكل الفاجينا دي وقت الولاده هيخش فيها مين كله؟ سعاده الباشا الصغير. يبقى تاني صفة ان هي thrown into folds او روجيه to allow distensibility. ولو عايز تشوف الروجيه دي بشكل كويس قوي هتلاقيها موجودة في الرسمة اياها ام نقط شيك اللي هي فوق على الشمال. ماشي واضح قوي ان هي thrown into folds او ايه او روجيه. اوكي الصفة التالتة هذا الميوكس ممبرين اللي عندي stratified squamous epithelium. في جلانز ولا مفيش جلانز؟ تخيل ان دي بقى واحده بنت لذينه وسؤال شفوي فظيع جدا جدا. المره اللي فاتت كنت قلت لك في عندي نوعين من الابيثيليوم. لو عندي ابيثيليوم فلاتنس بالمنظر ده قلت لك عامه ما ينفعش اي ابيثيليوم من غير ما لازم ايه دايما يترطب. اوكي بنص دور مرطب. هنا الكلام الابيثيليوم ينفع ليه جلاند حرف الجي اسمها جملة طلعتين فلويد سكريشن بالمنظر ده. انما الاستراكشر لما يتحول لستراتيفايد سكويمس لا ده كتير قوي. لو الجملة الجلاند دي هتيجي تعمل سكريشن مش هتعرف مش هتلاقيها واي. لازم ما دام المنظر التحول ده هناك يكون عندي جلاند ايه متخصصه كبيره وليها ايه كمان ده. هو ده فعلا اللي هيحصل في المجال. الفاجينا انهي منظر يا جماعه؟ ده ولا ده؟ طبعا ده. يبقى السؤال اللي بيطرح نفسه هل فيها جلانز ولا لا؟ لا يا دكتور. طب امال ازاي طول السنه نسمع اللفظ اسمه فاجينا سكريشن سكريشن سكريشن؟ بتعرف معايا في المنهج ان الفيميل غرقت سكريشن سكريشن على طول على طول على طول. جايين منين دول؟ جايه سكريشن من تحت من الجلاند اللي اسمها جايه سكريشن من فوق من الجلاند اللي اسمها سيرفيس. جاية secretion from sedation من الجنب منين؟ من ال vessels اللي موجودة في ال vaginal wall. يبقى شوف السؤال الشفوي والتكفيري. هل يا ابن ال vagina فيها glands؟ استحالة. السؤال الشفوي مشهور جدا. آخر السنة بتاع الكلام ده خلاص. طب وما يا دكتور ال secretion دي اسمها vaginal secretion جاية منين؟ ثلاث مصادر. عارف مين اللي بيستفيد آخر السنة؟ اللي simply يروح يرسم رسمة للمنظر. انت عرفت ان هما ثلاث مصادر تحت باطن من فوق سيرفيس عجينان ترانسفورميشن. سهل على نفسك ربنا يسهلها ايه عليك. السؤال التالي البارفلين جلاند صغيره ولا كبيره زي ما اتفقنا؟ طب والسيرفيس صغير ولا كبير زي ما ماشيه فين؟ صغير. ومساحه الفاجينا كام سنتي؟ 10 سنتي. حد بيقول لي يا شباب ايه طريقه تحايل هذه الجلاند والجلاند اللي في السيرفيس عشان يزودوا السيرفيس اريا وينزلوا سكريشن تكفي الكورموس الضخم ده كله؟ ذا اونلي واي ان هم يعملوا شكل اسمه ايه؟ يبقى يظهر من البارفلين جلاند هتبقى ريسموس. قشطه. ويظهر مين كمان تاني هيبقى ريسموس؟ ملوش حل ملوش حل. هنا يا ابني في ايه؟ نار نار الغيره اللي عايزين نطفيها. وطفيها منين؟ من هذه السكريشن من هذه السكريشن 10 سنتي. يبقى لازم الجلاند دي راسموس. يبقى تاني بكره ما اشرح لك السيرفكس ما فيهاش مخايا تعرف راسموس لانك عرفت النهارده كده وفهمت الحكمه من طلبه. ودي كمان مالها؟
رسموز مش كده وبس. تعرفت ان مشكلة الرسموز لا ان لما دخل فيها انفكشن بيفضل اكيوت ولا بيقلب كرونيك؟ لان بيبقى الحواري يبقى عندي حاجه اسمها اكيوت بارسينايتس ولا كرونيك. طبعا عندي حاجه اسمها اكيوت سيرفيسايتس ولا كرونيك. فاهم؟ وتيجي تبص في الكتاب تلاقي كلمه سيرفيسايتس اكيوت 3 سطور وكرونيك 10 صفحات. نفس الكلام فين في البارسينايتس. هرسم لك حته دي رسمه لازم ورايا بس الاول كل هذا الايه الكويز خد هذه مش عارف يعني ايه. اوكي تمام. خد هذه المساله معايا. في ثلاث حتت في الفيميل جينيتال سيستم فيها رسموز جلال عليك اجابها. نمرة واحد فين؟ مرتين. نمرة اثنين مين؟ اللي جاب النمرة ثلاثة اللي جنبه يديله عشرة. ماشي. النمرة ثلاثة رغم هي موجودة سيمبل في الرسم. اوفري لا. اللي قال بروتين تيوب ده 10 على 10. كل حاجة ليها فايدة. ما فكرتش انت برمعي. ما فكرتش انت ليه بيبقى عندي دايما الرسموس لو عايز سكريشن مالها كتيرة. البيبي بيتكون ويبقى فرتلايزد فين؟ في البروتين تيوب. وبعد كده هذا البيبي بيجيله دم منين؟ يا عم ده البلاسنتا ما بتبقاش موجودة غير اليوترس. يبقى ازاي البيبي هيتغذى طول ما هو في الفالوبيان تيوب؟ لازم يبقى فيه سكريشن كتير في الفالوبيان تيوب. لدرجه ان الاستاذ دكتور محمد الاسرار السنه فاتت كان سماها تيوب الايه؟ ميلك لبن الانبوبه. مش ساعتين اسمها الانبوبه او قناه حالوب. اوكي ماشي. سموه تيوب الميلك علشان يغذي مين؟ البيبي. افتح لي بسرعه الكروس سكشن في قصاد التيوب في صفحه كام؟ ستة. وشايف النقطة عامل ازاي؟ للدرجات الفالوبيان تيوب مليانة رسموز جلاند؟ يس. وايه فايدتها؟ تغذي البيبي بحاجة اسمها تيوبال ميلك. قصدك تقول ايه يا دكتور محمد؟ قصدك ان انا ترسم هذه الرسمة وتكتب فيها هذه الكلمة. 5-4 نقط انفكشن قران انفكشن. برافو عليك. كرونيك بارسيلونايتس كرونيك سيرفاسايتس. والله جدع عليك. خد من العشر اللي قلتها بقى. كرونيك سيل ايه؟ سيل بيجر. اسمها كرونيك بي اي دي او كرونيك فيلفت انفلاماتوري ديزيز. قوم ايه؟ قوم اخر السنه لما الاساتذه بتوع الاقسام كلهم بيقعدوا يعملوا حلبه المصارعه دي علشان يحطوا الامتحان يقول لازم يجي سؤال. تاكيد انا بقول لك كلام اكيد. لازم يجي سؤال كل سنه على الانفكشن. قوم يجي يختار انفكشن اكيد هيختار موضوع منين؟ دي حقيقه لان هم دول المشهورين. اتوقع هو يقول لك سؤال من دلوقتي يا كرونيك بارتونايتس يا كرونيك سيرفاسايتس يا كرونيك بي اي دي. بالذات كرونيك بي اي دي اللي بيجي سنه او سنه. ده حقيقة. انت ابتديت تفهم الناس دي بتحط الاسئله ازاي. يبقى انا ما بذاكرش كده كمان بفهم الناس بتفكر ازاي. الكلام ده مهم. كومن سايز فور كرونيك انفكشن. اوكي يبقى خلصنا من اول حاجه. شباب اول سؤال شفوي الفاجينا فيها جلانز ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش. امال السكريشن جايه منين؟ فوق سيرفيس تحت بطنين من الجناب ترانسولير. السؤال الثالث الشفوي امال امتى يبقى فيه في الفاجينا جلاس؟ السؤال الثاني في الشفوي والله بيبقى فيه في الفاجينا جلاس حالة واحدة بس لو اتعرضنا لدواء مشهور اسمه DES. تعال اتكلم عليه عشان ناخد بريك. مكتوب مش عاوزين امتى في الفاجينا جلاس لو حصل اكسبوجر لدراج اسمه ايه؟ DES. ايه يا دكتور DES ده؟ داي ايثايل ستيل بوستيرول. اكتبوا النمره واحد. داي ايثايل يعني اثنين ايثايل ستيل بو معرفش يعني ايه ستيرول يعني ستيرول. ايه هذا الدواء؟ اكتر دواء منهج النساء والولاده تراتو جينيك. يعني ايه تراتو جينيك؟ بيعمل تشوه فين؟ تراتوس يعني نسخ. جينك جاي من جينيسيس يخلق يجنريت يجينيسيس مسترات الجينيك. ايه هو الدواء ده؟ زمان سنة 1945
الألمان في الحرب العالمية الأولى راحوا عاملين ده في اسمه الثاني سينثيتك وعشان تلحقوا رايك استروجين اللي هو ده يبقى ده استروجين مخلط ولا بروجسترون مخلط اسمه عملوا مين بالستات الحوامل اللي عندهم ايه الحوامل في اول 3 اشهر وعندهم بليدين الحاله دي اسمها ايه ابورشن هي نزل السقط لو واحده حامل في الشهر الثاني او الثالث وعندها نزيف بنسميها ابورشن امال بسميها ايه بسميها ان هذه الست لو ما لحقناش نعالجها انا خايف لا ايه لا تسقط انا خايف بسميها threatened abortion I'm threatening you يعني انا بخوفك او بهددك عشان كده threatened abortion اسمها اجهاض منذر انذار بالاجهاض راحوا مدين لهم دواء اسمه سلسلتك ايه اسمه ده صح ولا غلط هو ايه الهرمون الاساسي بتاع الحمل هاي كنت عارفين هو كلمة pregnancy جاي من كلمة progesterone اساسا يبقى دي اول غلطة عملوها ان هذا الدواء ملوش اي لازمة بالنسبة لهم كانوا غلطانين ايه تاني مشكلة ان لو ام اخذته وكانت ساعتها حامل في بيبي بنت لقوا ان هذا الدواء بينزل في هذه البنت ويدمر الجينيكال سيستم بتاعها يعمل تشوهات في التيوب واليوترس وال انا ما عملتش كده ايه خالص اوكي ركز دي عندك كده دي فصلت خلاص بالخطا يا جماعه الحامل لازم تاخد ايه بروجسترون وليس استروجين اكتشفوا ان دورهم بالخطا ايه اللي حصل لو الست حامل من بين اللي جوه بير هذا الدواء اللي ورا قلنا اخذته يعمل مرض بالانوم السيزين بالذات في اي منطقه التميل جينيتال سيستم التيوب اليوترس السيرفكس الباجاين اشهر دواء تراك ايه؟ تراك الجينيك عندنا بيعمل حاجات هنا بيعمل حاجات هنا انما النهارده عليا بس اعرف بيعمل ايه في الباجاينا بيخلي في الباجاينا فيها جلانس رغم ان النورمال ما محتاج ايه جلانس عارفين الكونديشن ده ما يبقى فيه في الباجاينا جلانس بنسميه باجاينا ايه ادينوموسيس بس ده كل القصه ده شغل الباقي سابس في الاستراد ده حاجه ما باجاينا ادينوموسيس هو ايه يعني لا لا نورمال الباجاينا فيها جلانس ولا ما فيهاش يبقى ده وجوده هنا غلط واي حاجه في الجسم غلط بتجنن الخلايا وبعد شويه تتجنن وتقلب في ايه سرطان في خلال 30 سنة هذا الفاجينال أدنوز يقلب لفاجينال أدنو كارسينوم والست اتنين ومن هنا جت خطورة من هنا جت خطورة ان هذا الدواء ممكن يعمل سرطان يبقى مش فاجينال أدنوز حد ذاتها لا دي هتقلب في خلال 5 سنة وبعد كده حاجة شامل ليك كلام بسيط قوي بيقلب لفاجينال ايه أدنو كارسينوما في خلال 30 سنة دكتور عايز اسألك سؤال هو الدواء ده بيشتغل ازاي؟ اقول لك انت عارف ان نورمالي اول لما الفاجينا واليوترس والسيرفكس والحاجات دي اتخلقت عارف ان نورمالي ده معلومه غريبه جدا ان الفاجينا كانت متغلفه في البدايه اليوترو جوه بطن امها بايه؟ بكلاونكس وبعد شويه كان راجل دي مدام اوبننج على الشارع لازم تتقلب تبقى ايه؟ هو ده اللي بيحصل لو في البدايه كلاونكس اكيد وراها بيبقى في جلاند اسمها ايه؟ جوبلت وبعد شويه بيحصل بروسس ان هي تتقلب حضرتك السيجن بتغير من حاجه لحاجه اسمها بيتا ايه ده نورمال بيحصل ان نيوترو جوه اليوترس البدايه بتبقى كولامنا ووراها بلانس وبعد كده بقلب ببقى ايه ستراتيفايد سويمس وبالتالي مين بيختفي البلانس امال الداي ايتالي ستيلستيرون بيشتغل ازاي بيشتغل ان هو انهبيت ديس نورمال ميتابوليزم يعني ايه انهبيت النورمال ميتابوليزم يخلي الكولومنا الابيسيليم زي ما هي فبالتالي يبقى في وراها مين جلانس فبالتالي الست يبقى عندها كونديشن اسمه ايه ادينوز بالتالي في خلال 30 سنه يجي لها ايه ادينو كارسينوما طب ما عرفنا ان ده دواء وحش بيعمل ادينو كارسينوما وبيعمل تشوهات هفضل واخده ولا بطله وفعلا اتوقف انتاجه عالميا سنه 1970 اوكي وقف انتاجه سنه ممكن نكتب الكلمتين دول مع بعض نكتب على جنب احنا نقول ان شاء الله دي اي اس الصفحه على الشمال فاضيه ملت دي داي ايتال ستيل ستيل ايتال ستيل اول نقطه يعني احنا نغنى من مصر ايه سينثيتك استروجين
نرى الشباب كل كلمة لها ثمن. أصل آخر السنة بيقول لك ده تنتتك إيه؟ هترد أوتوماتيك وتقول له إيه بالغلط؟ عارف ليه؟ لأن أنت فاكر بس حاجة واحدة، إن هو بيتاخد أثناء مين؟ الحمل. ودماغك إن أي هرمون بيتاخد الحمل مين؟ بالغلط هتقول بروجستيرون. أنا بنبدأ أهو. أوكي، النقطة اللي بعديها. Was used بين قوسين 1945 was used بين قوسين 1945 for THR نقطة abortion for a threatened abortion. كتبش كتير THR نقطة abortion ده كان بيستخدم زمان. اوكي النقطة اللي بعديها it leads to multiple anomalies. multiple anomalies واخدين بالكم من حاجة؟ أنا ما أخده يعمل لي أنوميلس في اليوترس بتاعي ولا مامتي أما تاخده وأنا محمول جواها؟ فاهمين؟ عشان كده دي كانت ماتيرنال إكسبوجر. ماتيرنال إكسبوجر دي الأم اللي تاخد الدواء مش أنا بتاخده. أوكي. It leads to multiple anomalies. النقطة اللي بعديها It prevents normal vaginal metaplasia. It prevents normal vaginal metaplasia. بين قوسين from columnar to A to stratified space from COL نقطة to ST نقطة SQ نقطة ماشي from columnar to stratified space سهل columnar epithelium persists يبقى كده columnar epithelium hypersists سهل columnar epithelium persists سهل هذا الموضوع اسمه vaginal A adenosis سهم فاجينال ادينوزيس السهم اللي بعديه فاجينال ادينوكارسينوما within كام year within 30 years فاجينال ادينوكارسينوما within 30 years يبقى بيجينا على الميتابليزيا بيخلي الكولامنا الابيثيليا موجودة اسمه فاجينال ادينوزيس اديه الى فاجينال ادينوكارسينوما النقطة الأخيرة it was stopped at 1970 وقفوا هذا الدواء سنة كام It was stopped at 1970. والنص هياخد سهمين ويقول لي أول سهم لأن هو ده دواء صح ولا غلط أنا بدي اسمه المفروض ده بروجسترون يبقى أول سهم تكتب إيه ترونج دراج الدواء الغلط أنت بتدي سهم الدواء الغلط تاني سهم اللي طلع إن هذا الدواء تيراتو إيه تيراتوجين يبقى ليه وقف سنة 1970 أول سهم ترونج دراج تاني سهم تيراتوجين فانتهت القصة سؤالي بقى للشباب لو القصة كده وقف آخر دوسة 1970 مين آخر واحدة في العالم كان عندها فاجينال أدينوكارسينوما كانت سنة كام؟ 2000 من كام سنة؟ من 7 سنين يبقى القضية دي تهمه دلوقتي ولا لأ؟ علشان كده مهمة جدا جدا في الشفوي لأن هم بيسألوا في أي كلام فارغ وأي كلام قديم وأي كلام مش هيزكوا يبقى أهمية الموضوع ده جت من هو مش مهم هم بيسألوش بس حاجات ماشي؟ يبقى آخر واحدة جالها هذه المصيبة كان سنة 2000 شفوي هام جدا جدا لما تركنا بالعصابة رابع وآخر نقطة في المجانة الإنس مندرين أول نقطة stratified squamous ثاني نقطة thrown into folds ثالث نقطة no glands رجع معانا بتكلم رابع نقطة إيه؟ رابع نقطة هو ربنا ليه خلقه ربنا ليه خلقه stratified squamous epithelium علشان حكمة جميلة جدا علشان يترصد فيه نشا علشان يتملأ بقى فيه glycogen رابع نقطة is glycogen rich ليه دكتور؟ لأن سبحان الله normally في الفاجينا بكتيريا هذه البكتيريا اسمها غريب جدا اسمها لاكتو اسيدو فيلس هكذا عكبها طرح بس اللاي أفضل تقول يا دكتور يظهر مديك بس اللاي فيلس يعني ايه؟ فيلك يعني حاجة وفبرك عشان أقرب بس اللاي بتحب تطلع لاكتك ايه؟ عن طريق ان هي تعمل ميتابوليزم للجلايكوجين ايروبيك ولا انيروبيك وما تطلع لاكتك اسد يبقى البي اتش بتاع الفاجينا اخباره ايه؟ وده اللي أنا عايزه يبقى البكتيريا دي حلوة ولا لأ؟ حلوة وبدل موجودة نورمال يبقى اسمها كو ايه؟ أو بكتيريا فلورا اسمها كومانسر أو بكتيريا فلورا ودي لأ لسه اسمها فلورا ودي اللي اكتشفها العالم الألماني اللي اسمه دودر لاي
يبقى دي اسمها دودر لاين باسيلاي او تكتب الاسم الثاني بتاعها لاكتو اسيدوتلس باسيلس او دي هاكلها الصبح. بتعمل ايه يا دكتور هذه اللاكتو اسيد اللي بتحب اللاكتيك اسيد؟ بتشتغل على الجلايكوجين بانيروبيك ميتابوليزم فتطلع مين؟ فتطلع اسيدك بيقش عندي اللاكتيك اسيد ده. بس في بس نقطة واحدة عشان نختم هذا الموضوع، ان هذا الترسيب من الجلايكوجين كما ستات بيبقى انتو ستات فقال على 12-13 سنة صح؟ يبقى هذا الترسيب بتاع الجلايكوجين التخن ده ما بيحصلش الا في وجود هرمون اسمه ايه؟ استروجين. عشان كده تلاقيني كتب لك جلايكوجين ريتش استروجين ديبندنت، هذه القصة ما بتحصلش الا في وجود استروجين. بص معايا هنا دي الحياة، هنا فترة اسمها بيبرتي، هنا فترة اسمها ايه؟ ميتوز. بين الفترة دي فعلا في الهرمون العالي اللي اسمه مين؟ استروجين. يبقى اثناء هذه الفترة ما دام في استروجين يبقى في مين؟ جلايكوجين. وما دام في جلايكوجين يبقى في مين؟ اسيدك تي اتش اسيدك لدرجة ان هو 3.5-4.5 الرقم ده مهم جدا اللي مكتوب عندك. وما دام الميديا بقت اسيدك تي اتش هيبقى عندي جود ايه؟ جود بروتكشن اجينست انفكشن. سؤالي الى الساده المشاهدين، امتى الست هيجي لها فاجينايتس؟ ان ذا تشايلد بيرينج بيريد ولا بري بيوبرتال او بوست منوبوزال؟ يبقى لما نيجي ندرس حاجه عندنا اسمها فاجينايتس او فولفاجينايتس هتلاقي مكتوب كده نص صفحه اسمها بري بيوبرتال فاجينايتس او بوست منوبوزال. وسبحان الله ده كلام لوجيك جدا. الفاجينا امتى من اعراضها للانتر كورس والولاده؟ في الفترة دي. ربنا حماها امتى؟ الفترة دي. قبل كده مفيش، بعد كده مفيش، يبقى انا هحميها وقت اللزوم وقبل وبعد مش محتاج. لوجيك ولا مش لوجيك؟ لوجيك جدا. اقرا بقى الكلام اللي موجود عندي في المربع اول صف. المربع واضح ولا اما يبقى عندي استروجين اللي هي في الشال بيرين بيريد هيبقى الفاجينا تين ولا فيك؟ فيك. وفي جلايكوجين ولا لا؟ في. واسيدك ولا لا؟ اسيدك. العكس بري بيوبرتال وبوست ايه؟ قوموا يا عم بفر الكتاب علشان اظبط من الورق بتاع كتاب الاسم بتاعنا. لقيتهم مش مجرد بس تقديم الاستروجين اللي موجود في هذه الفتره، قال لك وكمان اول كام يوم بعد الولاده في النيولين. فكرتنا دي من دكتور ابو الاسرار هاري بوتر وحمله الاسرار والحاجات دي. اما قال لكم حاجه اسمها نيونيتال كرايسيس، كارثه المولود، ان الام ما تخلف بنت تتفاجئ بعد اسبوع نازل من الفاجينا دم. لا 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 اطمني، اصل واخده شويه استروجين منين؟ من مامتها ولسه موجودين في دمها، فلما نزلوا وقعوا عملوا شويه الفاجينا. خدتوا حاجه زي كده ولا لا؟ ايه ده؟ لا انتوا الوحيدين اللي قلتوا لا. هو الجامعه الثانيه ولا ايه؟ يبقى عشان كده تلاقيهم كاتبين في الكتاب ايه؟ الاستروجين موجود في الشايلد بي افتر بيوبرتي. وامتى كمان؟ ان ايلني بورد. نتيجة الايه في النيوبور لسه الوليد ده نتيجة الماتيرنال استروجين. انا بقى نمتي اوت الحاجات دي. هما في الكتاب بيكتبوا حاجه ما لقاش فرق الدروس فيجري بيسالوا عليه وبيوقعونا في كده علشان مش عايزين ايه ناس يدوا دروس يقول لكم الدروس وحشه. لكن لا سوري سوف يستمر الفساد. وانا بتاهم بالدروس اي حاجه يعملوها اعمل ضدها على طول، مفيش مشاكل. اوكي طيب خلصت من هذا الموضوع. يبقى عندي كام كاركتر يا شباب؟ Stratified squamous epithelium thrown into folds. No glands. Secretion جاية منين؟ انت يبقى عندي glands. طب والصفة الرابعة ايه هي؟ ان عندي acidic vaginal pH وبيتعامل بهذه الصورة اللي احنا بنتكلم عليها. كده خلصت عندي قصة الفاجينال ميكسيوم. لا ده موضوع تاني بقى acidic بتزيد انا حاسس السايكل كلام مظبوط لان السايكل ميكسيوم فيها ايه؟ يزيد بجد كلام مظبوط. نخش في اللي بعدين. اخر حته عشان نطلع من مطب الفاجينا ده البلاد سبلاي والنيرف سبلاي. ايه يا دكتور البلاد سبلاي كتير اللي انت بقى؟ لا 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 هي اسرع حاجه. انا النهارده بس عايز تعرف كلمه واحده بس واهم حاجه انه بارد ايه؟ بارد ريتش. الفاجينا غنيه جدا بالبلاد سبلاي، هتلاقي ليها كميه باسكليتشر رهيبه لدرجه ان جه سؤال بس مش في عين شمس، جه سؤال في المزمر من اربع او خمس سنين على بال ما اتفجر ان قال لهم انيوميريت البلاد فيسل اكوردنج تو ذا ليفلز. ده المستوى الاولاني الثلث الاولاني له باسكليتشر والمستوى الثاني له باسكليتشر والمستوى الثالث الثلث الثلث كل مستوى له بلاد فيسل. انا مش هشرح النهارده، انا بس عايز اطلع من الموضوع ان اسمي عندي بارئ ايه؟
بريش ان بلاد سبلاي لان انا ليا درس عن بلاد سبلاي بالتفصيل. بس يا اخي يا اخي اتزنقت في يوم من الايام وقال لك في يودندم ايه بلاد سبلاي هتقول ايه؟ الفاجاينا ايه بلاد سبلاي هتقول ايه؟ عشان كده تلاقيهم اللي مستوردوا ومكبروا وموضحوا فاجاينا الارضي. ادي طريقه ازاي تبقى خبيث وترد من غير ما تبقى مذاكر. اقول لك على طريقه اخرى اقول لك على طريقه اخرى. الفاجاينا دي ريليتد للنوم، مش نازل هنا حاجه اسمها سيرفيس، مش هنا في حاجه اسمها ريكتم ريليتد للميدل ثيرد. حط للارتس حتى الفوق ريليتد للسيرفيس، يبقى اكيد الارتر هنا اسمه ايه؟ سيرفايكال ارتس. طب وهنا ريليتد للريكتم ده اسمه ميدل ايه؟ ريكتم. وما دام في ميدل ريكتال ارتر يبقى تحت في مين؟ ريكتال ارتر. بس احنا انا وحفظت حاجه ده لسه بنفس اخويا هقول بالتفصيل. عايز اوصل لنقطه واحده بس ان هو فاري ايه؟ فاري ريتش. وعايزك تعرف هذه الحجمه دي ميزه ولا عيب؟ حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حلوه يعني حلوه وفيها ادفانتج وفيها ديسكونتج. ايه الادفانتج ان الفاجينا فاري ريتش ان بلاد سبلاي؟ اصل يا عم بيجي حاجه من تحت انتركورس بينزل حاجه من فوق بيبي انا عرض دايما الانفكشن. اسمها حاجه اسمها سكشوال ترانسميتد ديزيز اسمها الانتركورس. اسمها حاجه اسمها حمى النفاس بتاعت فات الحمامه في الفيلم بتاع جبر المنطقه اللي اسمه العار باين ولا معرفش. اوكي ربنا يعمل ايه علشان الانفكشن دي اقدر اعديها؟ ان انا اخلي في عندي بلاد كتير. يبقى اكتب الادفانتج بتاع الفيري ريتش ايه هو؟ تو تو ايه؟ تو عايز اقول حاجه ضد الانفكشن يعني to protect against infection. H. To protect against infection. طب ايه disadvantage بقى ان عندي بريتش بلاد سبلاي؟ ان الست وهي بتولد لو الفاجينا اتعورت ايه اللي يحصل؟ بخور من الدم، بخور من الدم، دي حقيقه. اكتب بقى disadvantage اوكي؟ If injured, sah massive bleeding. If injured, لو اتعورت sah massive bleeding. نزيف للصفحة. يقول ايه السؤال الشائع والخطير في هذا الموضوع؟ دي اهم حاجة. الدكتور حمدي كبريتي، استاذ الدكتور حمدي كبريتي رئيس الوحدة الثانية عندنا الصغيرة. يقول لك الفاجينا لو نزلت نزيف قليل ولا كتير؟ تقول له كتير. طب ايه البلاد سبلاي؟ تقول له هنا وهنا وهنا. يقول لك هذه الحنفيات اللي بتخرج الثلاثة دول مالهمش محبس واحد اقدر اقفله؟ قول له اه كلهم ليهم محبس واحد. ايه هو المحبس بتاعي؟ الهارت. لو ضربت الهارت الاورطة بتنقسم لاثنين كومن ايه؟ وكل كومن ايه؟ انفيرنال ويز الاكسترنال اللي كمل على الفيمرال ده بتاع الرجل والانترنال ايه ده بتاع مين؟ الفيمرس ده بتاع بالظبط كده. ايه المحبس بتاع كل الحاجات دي؟ انترنال ايريال ارتري. اعمل فيه ايه؟ او اسيب الفاجينا وافتح بطنها واعمل انترنال ايريال ارتري ليجيشن. وهو ده المحبس بتاع الفاجينا اللي يخليها لبره. كتبت الكلمه دي؟ كتبت بالعربي اين المحبس؟ سه انترنال ايريال ارتري ليجيشن. بس كده دي اسئله شبه ثلاث حنفيات لكن ليا كم محبس؟ محبس واحد. internal iliac artery واعمل له ليجيشن بمنتهى البساطه. ده خلاص يا دكتور. خش اللي بعديها عشان نقلب الصفحه عشان عندي بعد كده انا خمس اسطر وانا اتكل على الله. نيرف سبلاي. انا مش هقول لا اقراه مكتوب النيرف سبلاي الابر 3 فورس انسانستر واللور فورس مالهم سانس. بيجيلهم نيرف اسمه ايه؟ ايه ده؟ بجد منين يا شباب؟ ازاي الدكتور بيقول ان الخنس ولا الربع التحتاني سانستر في يودندم نيرف والاربع تخناس ولا الثلاث ارباع ايه سانستر عندي؟ ده جه منين؟ ناتج للديفرنس الايه؟ انت نسيته؟ ديفرنس الامبريولوجي. ده جاي من حاجه وده جاي من حاجه. ايه الحكم وده جاي منين؟ ده طبعا بره عشان كده النيرف بتاعه اسمه ايه؟ طب احنا فهمنا ايه واستفدنا؟ تعال نشوف بقى دنيتك هتتغير ازاي بعد هذا الكلام. سكشوال انتركورس. ايه المتعه في السكشوال انتركورس؟ ان يحصل كونتاكت بين الميل اورجان والفيميل اورجان. طب والنبي قول لي هنا الكونتاكت مين اللي سانسر تحت ولا فوق؟ تحت اللور فيس. بس عارف دي ات مينز ايه؟
It means ان يفرق معانا ان يحصل sensation مع طول الفاجينا ولا مع العرض بتاعها؟ مع العرض بتاعها تحت بره فقط. ومش مهم ايه؟ مش مهم النص، لان مين بس sensitive؟ السنسيتيف هو اللور فيس فقط، واللي فوق ليس له اي احساس. يا نهار ابيض. طب دكتور انا عايز ازود السكشوال بلاجر، يبقى ازود السيرفيس كونتاكت. ازاي اقدر ازود السيرفيس كونتاكت؟ لازم يبقى فيه ايه؟ ماسلز. حط لي الماسلز يبقى في الاربع تخانات ولا الخمس اللي تحت؟ الخمس اللي تحت. ودي الماسلز اللي انتوا خدتوها المره اللي فاتت اللي اسمها فالبو سبونجيوزس واسبيو كافرنوزس. حد جاب لك سيره ان في ماسلز بعد كده؟ هما الماسلز كلها بتاعت الست ايه؟ سطحيه بره. سبحان الله. اتحطت ليه بره؟ علشان السنسيشن موجود فين؟ فين بس؟ بره بس. الامور لوجيك ولا مش لوجيك؟ يبقى لبس كل حاجه على بعض واياك تحفظ. واحد يجي يقول لك ماسلز موجوده فين؟ يا ابني بره. ليه؟ عشان الحته دي بس اللي سانسكر اللور فيبس. طب اسمهم ايه؟ اللي جاي من عند البلب ده رايح فوق المكان بتاع الاسبونجي ريسر اسمها بالبوس فوق ايه؟ واللي جاي من الاسكيال ريمس لغايه الكافيرنس ساينس اسمهم اسكيو ايه؟ كافيرنوس. يبقى اسكيولوجي. يبقى من الحته العبيطه دي ان الحته اللي فوق انسانسر وتحت سانسر فهمت حاجتين. حاجه للحياه بعد كده بالنسبه لك الحياه الزوجيه عرفت مين اللي يفرق عن مين. مش هقولها تاني. حاجه بقى حقيقيه بالنسبه لنا ان العضلات موجوده بره ولا جوه؟ بره. واللي اسمهم ايه؟ اسكو كبر اسكو مش عارف ايه وبالبو مش عارف ايه. ادي نيرف سبلاي. اخر حاجه يا دكتور انت كاتب حاجه اسمها فاجينال سبورت. مش مهمه. ده في درس اخير اسمه فيلفت سبورت. يا دكتور يوم بحاله في المجاعة يا ابن ما تدرس أراندني يا ابن تتعرف على الدنيا ماشية ازاي يا ابن حميد الله يسلمك. أنا متأثر أوي بمحمد حسين أهو. أنا بحبكم في الله كل شهر من حياتي. اتفرجوا عليه ولا؟ أنا ما أحب أتصل إلى أختي. اوكي ماشي. نخش بعد كده على مين؟ مين اللي فوق الفاجينا على طول؟ ها؟ ايه اللي هندرسه دلوقتي؟ مين حاجه فوق الفاجينا؟ بس عليك اللي نطق معايا وقال السيرفكس اعرف انك هتنقص 20 نمره من 120 طاقه. حصل والله العظيم حصلت في الدفعه اللي فاتت كلها. ايه هي؟ اللي فوق الفاجينا يا جماعه اليوترس. اليوترس عباره عن حتتين، حته اسمها بادي وحته اسمها ايه؟ سيرفس. يبقى اياك تقول ان فوق سيرفس ده اسمه بادي وده اسمه سيرفس، وكل ده على بعضه اسمه ايه؟ يوترس. قصدك تقول يا دكتور محمد ازاي الناس نقصوا 20 نمره؟ والله العظيم القصه دي حقيقيه. السنه اللي فاتت انا لسه ما خلصنا من ثاني يوم دول. في درس زي النهارده كده نفس الكلام ده بقولكم بالظبط، من سنه كامله فاتت. قلت لهم افتحوا صفحه على جنب واكتبوا العنوان الرئيسي بتاعها بالعربي اسمه المتشابهات. الناس اتشهرت. قلت لهم المتشابهات ده السايت هنفتحه وهيفضل مفتوح على الانترنت لغايه اخر الساعه. ليه يا دكتور؟ علشان يا شباب تكونوا فاهمين ان اليوترس عباره عن ايه؟ بادي سيرفس. يعني دماغك. الدفعه بتاعتكم هيجي لها سؤال اسمه ديسكاس في تايم مالجنسز، يبقى قصده كده كام حاجه؟ لا لا الدفعه بتاعتك هيقول لك سؤال اسهل من كده عشان يتلم ال 15 دقيقه. ديسكاس يوتراين انوماليز. عارفين انتوا اللي قاعدين هنا هيعملوا اخر السنه هيكتبوا مين بس؟ وينس سيرفس. دي كده كام نمره؟ نص النمره. طيب 10 نمره. حذاري. طب ايه بقى المثال الواضح الاكشن اللي حصل لهم؟ جالهم سؤال ديسكاس اورال كونتراسيبتيف بيلز. ده المثال الاولاني بتاعك. راس منع الحمل اورال كونتراسيبتيف بيلز. اللي هتعرفوا بعد كده ان هما نوعين. يا اما اسمها سي او سي كومباين اورال كونتراسبشن اللي هي يعني ايه كومباين؟ اثنين هرمونات مين ومين؟ او بروجستيرون بس اللي اسمه بوب بروجستيرون اونلي ايه؟ بيلز. نص ايه؟ 90% من الدفعه والعلمه اغلبهم اوائل. اما جالهم في او سي بي كتبوا مين بس؟ سي او سي. ادي اول 10 طلعت منهم. اللي بعده فاكرين فاكرين حاجه خدتوها في الباثولوجي اسمها اندوميتريوزس؟ عندنا في حاجه اسمها اندوميتريوزس بتاعتنا طبعا، لكن مكمل ليه موضوع تاني اسمه ادرونو
ميه. جالهم سؤال السنة دي discuss endometriosis و 90% من الناس مش يتفكر الادنوميوزيس وبالتالي نقصوا 10 نمر و 10 نمر ودي قصة حقيقية. أرجوك ما تقعش هذا الخطأ من دلوقتي عن طريق انك تفتح سايت اسمه المتشابهات وأول حاجة تكتبها فيه مين؟ uterus equal body end بس uterus equal body end. اوكي انا دكتور عشان نمشي تعالى بس اول اربع فصول زمان هذا اليوترس اللي هو بادي سيرفيس عايز اتعرف عليه اكتر مقاساته بس ابعاد وبعدين الفكره. اوكي هذا هو واحد في اثنين في ثلاثه انشز والوزن بتاعه 50 جرام. اقول لك حاجه ما ترسم ورايا عارف ليه؟ علشان تروح في نفس الوقت رسم الأغرة علشان تخلص منها ونفس الأرقام اللي تكتب فوق. الأغرة هي كمان واحد في اثنين في ثلاثة بس واحد في اثنين في ثلاثة ايه؟ سنتي. برافو عليك. الأغرة برضو خمسة ولا خمسة؟ خمسين ولا خمسة؟ خمسة. برافو عليك. يبقى بالقرار ولا بالتشابه يتضح المعنى. ده واحد في اثنين في ثلاثة إنشز 50 جرام والأغرة واحد في اثنين في ثلاثة سنتي 5 جرام علشان نخلص منها على حتة رسم كده. أوكي يعني يا دكتور واحد اثنين ثلاثة انش شاف اليوترس اللي هو البادي والسيرفس طوله كام؟ ثلاثة انش. عرضه كام؟ اثنين انش. عمقه سمكه اللي انا ماسكه ده كام؟ واحد انش. ثلاثة طول اثنين عرض وواحد الدخانة بتاعه. وزنه كام؟ 50 جرام. صغير ولا كبير بالمناسبة؟ ده قد عالف انش طبيعي قد عالف الكبريت. هذه العلبة الكبريت وما اجيب لكم معايا لو بتشوفوه هتشوف ان هو عامل زي عود الكبريت صغير جدا. هذه علبة الكبريت مع الحمل بتكبر وتوصل لغايه مين؟ دي استرنم. ده في ناس بتوصل للاستربكس. انت سمعت عن الولاده عن طريق الفم؟ نيو اكسكلوسيف نازله على الرئه ان شاء الله. كبير جدا يخرب بيت كده. طب تتوقع هذا البرميل اللي اتكون بعد ما البيبي ينزل ويصغر هل هينزل هذه الاحجام ولا اكبر شويه؟ وده واقع فعلا. بعد الولادة يتحول من 1-2-3-1.5-2.5-3.5. بعد الولادة يتحول من 50-70-80. يبقى ده اللي انا كاتبه عندك وكملها والنبي. 1-2-3 بس يبقى 1.5-2.5-3.5 is the multi gravida. هي دي النقطة اللي فاضية. multi gravida. gravid يعني ايه يا رجب؟ gravid يعني رحم كبير. gravid كبير. multi يعني ايه؟ عويدة دايما متكرر ولد كتير بالظبط. طب ببقى 70-80 جرام برضو جين مين؟ المالتي جرام. عرفت النقطه دي كتبت عليها ايه؟ المالتي جرام. ماشي. خش لي بقى يا دكتور على البادي. البادي البادي نفسه البادي ده زي ما انت شايف الوصف بتاعه موجود فوق خالص شبه الكونكرايه هولو بير شيبد اور بير يعني ايه؟ لازم يبقى شبه الكمات. هو موجود جوه في الفلبس محفوظ جوه عضل وما بيكبر خالص البطن المساحه اللي يكبر فيها براحته. اوكي فبيكبر براحته خالص. تحت بيبقى ضيق وفوق بيفرش على ايه؟ على واسع. ففي الاخر يديني شكل الايه؟ الكمات فريق ثمره الكمات. فلازم يبقى شبه الكمات فعلا. ماشي يا دكتور عامل ازاي ده؟ المنظر البير شيب ده داخل اتنين فالوبيان تيوبز كتافه من ناحيتين زي كده. الكتف ده بنسميه كورنيو سي او ار ان يو اللي مكتوب عنه كورنس وكورنس اتنين كورنيو. طب الحته يا دكتور الكونفكس اللي فوق دي بنسميها ايه؟ اي حاجه كونفكس عندي بسميها فاندس زي الفاندس بتاع الانيك. يبقى اتنين كورنيو ده في الكيوم الانيك التيوبز وفيها الفاندس. عايز نوصف لك هذا البادي اللي انا بسميه كوربس شاب اسمه ايه؟ كوربس يوتراي. كوربس يعني ايه؟ بادي. هوصفه لك من بره لجوه. بره هذا البادي متغلف فاكرين حته القماشه اللي وقعت؟ بيري ايه؟ بيري تونيل. تخش جوه شويه هتلاقي فيها ماسلز اسمها مايو ايه؟ ميتريم. تخش جوه شويه هتلاقي فيه ميوكس ممبرين اسمه اندو ايه؟ ميتريوم. ما دام يا ابني ده اورجن في بيبي والبيبي ده في وقت من الاوقات هينزل هيمشي عليه نفس قانون الفاجاين توصيلي.
لازم يبقى في ميوكس ممبرين علشان بيبي مع الورش الرحم، لازم يبقى في عضلات علشان وقت اللزوم تنقبض وتنزل مين تنزل البيبي. يبقى تعالى كده من جوه لبره، اندوميتريوم مايوميتريوم وبيري ميتريوم او بيريتونيوم، مفيش عندي مشاكل. اوكي طب تعالى اول حاجه عندي بس هذا البيريتونيوم افكرك بيه كان عندي ازاي، عشان هسألك هنا سؤال خبيث جدا يجي في الشفه والانس. ادي اليوترس اللي اتفقنا داخل على اي حته من الفاجينا، انتيريور ولا اكستيريور؟ كويس. وهنا في مين بلادر، وهنا في مين عرفت الموضوع ده. وادي البريتونيوم لازم كده، واعمل هنا باوتش اسمها ايه يوترس ذاك الباوتش، ولازق على الهول ايه بادي. اوكي ايه بس ارسم بالحقيقه. ايوه ولازق على مين؟ على الهول بادي، على الهول بادي اوف ذا سيرفنت اوف ذا يوترس. كل البادي ده لازق عليه، وراجع لورا لازق عليه لازق عليه، وبعدين نزل هنا 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 وعمل حاجه اسمها دوغلاس ايه باوتش. من الرسمه دي يا شباب السيمبل بيجي مليون سؤال، امسك يو ترو فولس رد انت عليا. ذا سيرفكس از نوت ريليتد تو بريتونيوم، ترو ولا فولس؟ فولس. ذا بوستيريور وول اوف ذا سيرفكس از ريليتد تو بريتونيوم، ترو ولا فولس؟ ترو. ذا انتيريور وول اوف ذا سيرفكس is related to peritoneum, true or false? شفتوا بقى الحكايه، البريتونيوم جه من عند السيرفيكس ولف ريليتد بس لو انت ورا. خد السؤال اللي بعديه، ذا فاجينا ذا فيميل فاجينا از نوت ريليتد تو ذا بريتونيوم. على فكره اللي بيذاكر سطحي هيقول ترو، لان طبعا فاجينا ايه اللي جابها البريتونيوم؟ لا طبعا ان ذا ابر بوستيريور ايه ثيرد. The anterior wall of the vagina is related to peritoneum. False or true? False. Okay. The middle part of the posterior wall is related to peritoneum. True or false? False. شفت بقى اللعبة هنا عملت ازاي؟ وصف هذا الكلام هتبقى موجود في البريتونيوم ده بصفحة 7. أنا بس بفهمك في الإسكندراني إن كل كلمة بتتقال هنا مهمة. خلصنا دكتور. خش على بعديها المايوميتريوم يا احمد علشان هنمشي بعديه. بس هذا كام؟ ونص لخمسه. ونص لخمسه، انا فاضل لي 10 دقائق وننتهي على طول. بريتونيوم يوترو ذاكر باش ورا دوكلس باش. اخر حاجه هي المايو ايه؟ المايوميتريوم. المايوميتريوم المسلز بتاعت اليوترو. اتعودنا يا جماعه وعرفنا قبل كده ان اي اورجن فائدته التوصيل لازم يبقى فيه كام مسل لاير؟ اوتر لونجيتيودنال وانر سيركم. هايل. انا بقى تعالى اسالك هذا السؤال وانت رد عليا، بس ايه الفكره في انت من غير ما تبص على الورق. لو انا عايز اجيب حاجه من هنا وانزلها لهنا، والحاجه دي طبعا هي مين؟ البيبي. يبقى انهي ماسلز اقوى من الثانيه؟ من فوق اقوى من تحت؟ مش يبقى لو الفاجينا 2 لير هيبقى اليوترس كام لير؟ مش عايز الكلام. لو الفاجينا عندي 2 لير لازم اليوترس كام لير؟ 3 لير. يا دكتور ده انت قلت ليه؟ علشان من فوق اما يفعص تحت مين؟ يستقبل، يحركه من هنا لهنا. طب السؤال الثاني، مين الاقوى؟ مين الاقوى؟ اللي انا رسمه ده ولا انا رسمه بالاحمر؟ الاسود ولا الاحمر؟ الاسود. طب الاحمر ولا الازرق؟ واضح ان كل حاجه هتبقى اقوى من اللي تحتيه، علشان تقدر دايما تتحرك وتنزل بين مين لتحت. السؤال هو ايه اقوى حته في اليوترس؟ هاي الفانس. اوعى تكتب حاجه. شفت بقى السؤال بيجي ازاي؟ الفانس. اما يجي في امتحان كلينيكال بعد شهرين ويجيلك قصاد واحده ست حامل، ولا الدكتور الست دي بتولد، يا سعاده البيه يا عم انا بقول لك بتولد، حاضر حط ايدك وحس الكونتراكشن، هتحطها فين؟ هاي في. لو حطيتها في حته ثانيه طلعت بره اللجنه، صفر من 30. يبقى ما دام دايما كل حاجه اقوى من اللي تحتيها، يبقى اقوى حاجه هي اللي فوق بس اسمها الفندس، ويختلف الحاجه. المعلومه الثانيه اللي عرفتها ان ما دام فوق اقوى من تحت وتحت 2 لير يبقى فوق كام لير؟ 3. وجد لي بقى اللير هنا اللي هي محاوله من الاوتر لونجيتيودنال اللي يخش يلحم مع مين؟ انر سيرف. محاوله من الاوتر لونجيتيودنال اللي يخش يلحم مع مين؟ انر سيرف. عملت الميدل لاير وشكلها كده لونجيتيودنال ولا سيركلر؟ اوبليك. يبقى عندي كام لاير؟ انر سيركلر، ميدل اوبليك، اوتر لونجيتيودنال. مين الاساس
لو جالك سؤال امس شوف في الشفوي مين اقوى لير من الثلاثه دول تقدر تجاوب من الورق وتقدر تفهم انا بخبط ازاي من الورق ميدي الاوبليك لان ميدي المكتوب جنبيها ايه صح تمام ممكن بقى على جنب هنفتح سايت كده بسيط وهنكتب الكام سطر دول الحكمه الالهيه من تفصيل الميكروس لثلاثه لير زي كده تعالى اكتب على جنب ذا ماينر ليج فري بين قصير divided into three parts كمل الحتة دي ماشي divided into three parts نمرة واحد inner circular inner circular بس بصي لنا بقى هذه ال inner circular نتكلم وبعدين نفهم هذه ال inner circular لو انقبضت في الاكشن دي اسمها ايه sphincteric action برافو عليك الذكاء يشتغل يا شباب جدع وبرافو عليه واللي جنبه يجيله المره دي 15 جنيه اللي يوجد لي في هذه الرسمه ثلاث اماكن محتاج فيها مين سكينتريك اكشن ايه رايك هايل في السيرفكس برافو دي نمره واحد السيرفكس له فتحتين فتحه داخليه اسمها انترنال اوس وفتحه خارجيه اسمها اكسترنال اوس بالتحديد البادي جنب الانترنال والاكسترنال يبقى اكيد مين اقوى في السيرفكس الانترنال اوس يعني اوستيوم يعني فتحه هيبقى الانترنال ولا الاكسترنال ادي اول تحور من الانر سيركلر مصر تحور عند السيرفكس وتعمل حاجه اسمها انترنال ايه اوس طب اوجد لي الحتتين التانيين ناحيه مين محدش فيكم فكر يا جماعه لو واحده جالها منسترال سايكل ليه الدم بينزل لتحت وما بيرتجعش لفوق اكيد في هنا حارس وفي هنا حارس برافو يبقى عند التو مين فالوبيان تيوبس ممكن نكتب هذا الكلام كتبنا ايه اول حاجه انر سيركلر اكتب بقى موديفايد از اسفينكتر ات 3 سايتس modified as a sphincter at three sides. نمرة واحد at the tubal opening عند فتحة الأنبوبة at the tubal opening على فكرة بلش كتير وتقريبا الحصة دي بس بيتملى فيها كتير at the tubal opening علشان تمنع ان المنستريشن ريجرجيتيت فين ما تكتبش حاجة لأن مكتوبة to prevent menstrual regurgitation لو عايز ده لسه في التيوب أنا أعرف الكلام ده كله to prevent menstrual regurgitation طب شباب تعالوا ناخد نعرف نستفيد من هذا الكلام بعد كده أمال الست اللي يبقى السفينكتريك أكشن دي ضيعة ووقت المنستريشن بيرجع دم لورا الدم ده هينزل فين؟ في البلبس تسمعوا عن موضوع أخذ نفس التالتة في الباثولوجي اسمه endometriosis هو ده يظهر ان الاندوميتريوم رجع لورا وبقى فين في البلفيك كافيتي وده الموضوع اللي بنسميه اندو ايه اندوميتريوزيس هنشوف طب خشينا على بعضه اول حاجه قلنا از تيوبر اورني تاني حاجه فين از انترنال اوس از انترنال سيرفايكال اوس يا نهار ابيض احمد كويس انك اسالك سؤال لو مراتك لحمراتك حامل وانت بتحبني وعايز البيبي يبقى موجود جوه بطن لمده 9 اشهر ما ينزلش صمام الامان بتاعه اسمه مين سيرفيس بالتحديد مين في السيرفيس انترنال ولا اكسترنال برافو لو انا سقطت يبقى اكيد العيب في انهي اس وفعلا ده الدرس اللي هندرسه في الابورشن اسمه يا ترى فاتيلس انترنال اس ولا فاتيلس اكسترنال اسمه يا ترى incompetent internal os ولا external يبقى فعلا هتلاقي درس عندي وتقول شرح في الراوند من 13 شهر هو بيقولوا ايه اسمه patulous internal os يعني os او incompetent internal os يبقى هو ده المهم ما دام ربنا خلى السفنكتر عن internal os يبقى هو ده المهم طب اقول لك انت حاجه يا ايمن دلوقتي شديد لو هذا السيرفكس بتاع مراتك اللي هو انا نزل البيبي عايز بعد كده عشان ما ينزلش البيبي اللي جنبيه عارف هعمل ايه حوالين هذا القص هقويه بخيط اجيب خيط واعمل سيركل حواليه عشان كده عمليه اسمها سيركلاج تو انسيركل الخيط حواليه سيركلاج تفتكر عندك اثنين دكاتره تقدر تقول لي مين الدكتور الشاطر اللي هيحط الخيط السيركلاج على الكرتوفه بره ولا اللي كل ما يعلى لفوق بس هي ها
القوة ده في ايدي الطب اللي دي نسى ولادنا. كل ما اعلى بالليفل بتاع الفوق وقوي الانترنال اس كل ما انا امشي صح العملية سناس الفلاج هتشوفوا الكلام ده قريب جدا في الدروس النظر بتاعي. ادي اول حاجة اللي اسمها الايه الانر سيركلر ماسل. واضح ان الكلام ده بيحصل. خش على اللاير الثانية نمرة اثنين اسمها ميدل ايه ميدل اوبي نعم اسمها ميدل بي يس yes. لا يا جماعه ما انا عندي كده يوتيوب خلاص اه وانا ده كله ايه رايح طول البلاد وفضيله على الفاضي ازاي بقى اه من بره اه لا دي لسه مخليك تكتبها كمان اه على بطنها من بره تنور ومن جوه تنور هنشوف كل حاجه اوكي نخش على الثانيه الميدل ايه الميدل اوبليك ربنا ليه عملها ميدل اوبليك وبالمناسبه دي اكبر ليه علشان حاجه ظريفه جدا عارف فين البلاد فيسز بتاع اليوترس اهو الله يعني اليوتراين فيسز كلها محشورة ما بين الميدل اوبليك فايبرز اللي بتعمل حواليها الشكل المعروف من السنة الأولى اللي اسمه ايه؟ ايت شيبت فايبرز. طب وايه الحكمة كده ان الميدل اوبليك تعمل ايه؟ شكل المنظر ده عمل في الاخر ايه؟ ايت شيبت فايبر حوالين البلاد فيسلز. ليه يا دكتور؟ الست دي بقى اتحمل وفي بيبي هينزل طب وبعد ما البيبي ينزل بينزل بعديه حاجة اسمها تبقى ايه؟ بلاسنتا عبارة عن شبكة أوعية دموية وبعد ما البلاسنتا تنزل الست ممكن تنزف حتى الموت. يوم ايه اللي يحصل عشان ما يحصلهاش نزيف؟ المسلز يحصل فيها ايه؟ كونتراكشن. تقفش على مين جواها؟ على البلاد فيسل. واستحاله يحصل لها نزيف بعد الولاده اللي اسمه بوست بارتم هيموريدج. ممكن نكتب الحته دي ميدل اوبليك لير اكتب جنبيها ذا مين ذا مين هي دي اهم حاجه. ات موديفايز تتحور ات موديفايز از ايت شيبد figures around the blood vessels. It modifies as eight-shaped fibers or figures around the blood vessels. So, to prevent postpartum hemorrhage. Postpartum hemorrhage يعني نزيف ايه؟ بعد الولادة. Post يعني بعد وhemorrhage يعني نزيف يبقى partum يعني ايه؟ هاي شايف الست دي؟ دي واحدة ست حامل ولا مش حامل؟ حامل ادي البيبي اهو حامل فيها متركب من تحت اوكي هذا البيبي هو جزء صغير من هذا الجزء الكبير هو بارت من هذا البارت الكبير طب عايزين نولدها نروح موقعين مين؟ هذا البارت وبالتالي الولادة اسمها ايه؟ بارتيوريشن التجزئة تو بارتيوري سبحان من مخلص جزء من جزء او روح من روح فهمت علي كلمة بارتم بارت تنزل يعني ولادة جزء يفصل مني تقريباً بسبارتم آخر حاجة عبد السلام دقيقة واحدة بس عشان ماشي الأوتر لونجيتيودن الليل آخر حاجة نمرة ثلاثة أوتر لونجيتيودن الليل فايدة اليوترس ده كله اللي هو يحصل منه إيه؟ كونتراكشنز مش أكثر من كده عارفين الهارت لما بيكونتراكت بيكونتراكت لوحده ولا له بيس ميكر بيبتدي؟ اسمه اس اي نون انا هنا برضو عندي في اليوترس بيس ميكر بيبتدي شرارة الكونتراكشن عارف لما جم فحصوا بالهيستولوجي الستات لقوا فين هذا البيس ميكر لقوه ناحيه الرايت كورنيو لقوا ايه لقوا ان الاوتر لونجيتيودنال ماسلز الخلايا بتاعتها بتفقد السيتوبلازميك ممبرين بتفقد البلازما ممبرين بينها وبين بعض المنظر كده حولته من خلايا عاديه لحاجه اسمها سن ايه سنسيتيا خدتش بالك ابدا يعني ايه سنسيتيا خلال مصر ليبيا السودان فكينا الحدود بيننا وبين بعض السودانيين هيجوا هنا الليبيين هيجوا هنا المصريين هيروحوا هنا هيحصل احتكاك ايه على الحدود ما ده اللي بيحصل سدر متقسم هيجي هنا كلورايد ومش عارف وينين هيجي هنا والايونز دي وهي بتجري تحتك ببعض وتطلع شراره وتبقى دي بدايه الديزاين ايه كونتراكشن بدايه الاكشن ايه بوتنشال الكلام ده موجود فين موديفيكيشن في الاوتر لاير اوف ذا يوتراين ماسل كتبناها اوتر لونجيتيودنال ماسل ات موديفايز از سنسيتيوم ات موديفايز از سنسيتيوم اي حته في الجسم فيها سنسيتيوم اعرف ان هنا بدايه ايه شراره احتكاك حاجات تحتك ببعض عشان تطلع ايه شراره اينز اكشن بوتنشال
Okay. It will provide us to say, the pacemaker of the heart. The pacemaker of the uterus. The pacemaker of the منظم ضربات الرحم أو اللي بيبتدي عندي ضربات الرحم. Okay. ده موجود فين؟ فين هذه بين قوسين near left ولا right cornea؟ near the right cornea. أستاذ دكتور منير فوزي عارفينه؟ ابن أستاذ دكتور محمد فوزي المطرب المشهور بتاع شحات الغرام والحاجات. ابنه كان ده أستاذ مشهور قوي كبير عندنا. ماله الراجل ده بيسأل في الشات وسؤالين. أول سؤال، لو دي واحدة ست حامل وعايز زود الكونتراكشن زي ما احنا بنقول بالبلدي، احمي الطلق، اسخن، مش احميه ميه ساقعه، اسخنه يعني، هعمل مساج على العضلات، احط ايدي واعمل المساج فين؟ رايت هاي. اوكي، دي اول معلومه هو بيقولها، ممكن نكتبها. اوكي، تو بالبيت. سؤال، ذا سايت اوف بالبيشن اور مساج تو ذا يوترس از نوت. The site of palpation يعني أحس ورتو مساج، أعمل المساج، مساج الخير وأمشي على دلوقتي، ورتو مساج the uterus is نقط، والنقط دي تكتبها في بيتكو طبعا اللي هي مين؟ fungus. is the fungus أعلى حتة اللي مليانة muscles. السؤال الثاني اللي بيقوله بس ما تكتبوش وراي، السؤال كاريكاتوري جدا، يقول لك الست مفيش فيها حتة كده زي زرار لو دوست عليه تولد ولو ما دوستش ما تولدش، فين الزرار ده موجود؟ ناحية الرايت ايه؟ كورنيو. لان هو ده مين؟ البيت. بس ده كلام حقيقي ولا ده ده احنا كده حشيش بالظبط كده. قال ايه؟ ادوس على زرار تولد وادوس على زرار مالها ما تولدش. يبقى فين الميكر بتاع اليوترس؟ استنى، وما ايه حكاية السيرفس؟ ده انا بقول لك كلام بس.